الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. الأهلي بالمكانة ويعبر المكان ويحتل صدارة الحدث العالمي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم الحلقة 918 من ملك وكتابة، حلقة جاية في ظرف استثنائي عن حدث تاريخي واستثنائي لأنها تمس وتمثل قيمة ناد هو في الأصل استثنائي. عشان كده يا باشمهندس الليلة التاريخ يكتب في ميامي. ألف مبروك. الحمد لله. تمضي الأيام ويعني يتم التأكيد والتأكد من مكانة الأهلي العالمية. هي دي مكانة الأهلي العالمية، ودي شهادة واحد من رموزه التاريخية. قوم يا أهلي شوفوا ولادك والبنود. رائعة محمود الشريف وكلمات المبدع فكري أباظة. صحيح. أنت دايما دايما في الأمام. مفيش أصدق من هذه الكلمات تلخص مكانة الأهلي. يعني كلما زاد ولذلك أنا بقى بندهش جدا باللي منشغلين قوي يجرفنا الأحداث الصغيرة هنا عشان نتكلم. هذا هو الأهلي الذي يجب أن نتعامل معه. عندما يأتي الحدث الكروي ده تاريخ يا أستاذ إبراهيم. صحيح. تاريخ أول نسخة. أول نسخة تلعب أنت مباراة الافتتاح فيها. ما أنا لسه هقول لك. فليه بقول لك يفرض كلمته في صدارة الافتتاح. إن حتى القرعة بتختارك عشان تكتب التاريخ. يعني أنت انطلاق البطولة دي تاريخياً مشي ورفاقه مع النادي الأهلي. إيه أبدع من كده؟ فالحقيقة نتمنى للأهلي ده دوام الرفعة، ونتمنى للعبة الأهلي إنهم يعرفوا النعم اللي هم فيهم، وإحنا قبليهم وجماهيرنا قبلينا كلنا، إن الأهلي ده يعني القدر الجميل يعني خلانا ننتمي لهذا الكيان عشان نفخر ونزهو ونكبر ونفرح، وبعدين كل ما ننسى نفتح كتاب التاريخ نقراه. شكرا جمهور الأهلي العظيم، شكرا جمهور الأهلي العظيم، لأنه لولاه ما كانت الليلة، ولولا جمهور الأهلي وسندته لفرقته وصدقه في انتمائه ودعمه للاعبته ما كان الأهلي بطلا، وما ظل الأهلي على منصات التتويج القارية وممثلا للقارة في أعلى مستوياتها في كأس العالم للأندية. الأهلي في كأس العالم يا عالم، هذه هي قيمة الأهلي. شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب اللي بذلوا من الجهد الكثير طوال السنوات الأخيرة حتى ظل الأهلي صاحب الرقم القياسي في التواجد القاري، ولولا هذا التواجد القاري الدائم ما كانت هذه المكانة الرفيعة والصورة المتوهجة للأهلي في ميامي الليلة. شكرا جزيلا للاعبي النادي الأهلي وجهازهم الفني، لولا ما بذلوه من عرق وتركيز وانتماء ودفاع حقيقي الأهلي عنهم كبطل ما كان الأهلي في هذه الليلة يتوهج في ميامي ولا ما سمعنا هذه الكلمات. Address. There you go, Al Ahly of Egypt, who's in a historic club from Egypt. They're dancing now in Cairo that they know that they will play. Oh. Inter Miami CF. The 20. A4.
Okay, then opening Gala, match. June 15th, Jorge Mas is now knows the future. Es y Palmeiras. Palmeiras. المجموعة الأولى بالميراس البرازيلي بورتو البرتغالي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي البلد المضيف أو الممثل للبلد المستضيفة والافتتاح لكأس العالم الأهلي وإنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي. يا أستاذ إبراهيم طبعا تابعنا قبل ما نخش القرعة والكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي. الأهلي مادة خصبة تقدر تلاقي حاجات تحكيها عنه، يعني هو بيقدم الأهلي عنده كلام كتير يقوله. فالعالم النهاردة يستطيع النادي الأهلي أن يفرض. طب تيجي أخدك أمريكا ولا السفرية طويلة؟ تعاتبني ولا تروح السفرية طويلة؟ لما أنا لا أنا بعتك لما رحت روسيا، لكن أمريكا ما أقدرش فيها. عموما معنا من أمريكا أرض الحدث وأرض التوهج للأهلي الليلة كابتن زكي عبد الفتاح حارس مرمى منتخب مصر ومدرب منتخب حراس مرمى منتخب مصر والنموذج الرياضي المشرف في امريكا. كابتن زكي مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. اهلا ازيك يا استاذ ابراهيم، ازيك يا باشمهندس؟ اهلا كابتن زكي، ازيك؟ الله يخليك، الحمد لله نحمد ربنا. ازي حضرتك كده وازاي الاسره كلها والاهلاويه كلها في مصر؟ قول يا كابتن ازاي تابعت ازاي القرعه واصدقها عندك وانطباعاتك على لقاء الافتتاح الاهلي وانتر ميامي؟ طبعا انا يعني مبسوط جدا ان اول ماتش، وطبعا تخيل بقى النادي الاهلي بيلعب قدام احسن لاعب في العالم على مدى التاريخ. يعني كمان 100 سنه قدام، يعني ميسي هيفضل الناس تعرف كل بيتكلم عن ميسي، ان النادي الاهلي بعظمته ده مفيش، اعتقد ان مفيش نادي في مصر هيبقى الحدث ده مش هيتكرر تاني، ما اعتقدش. ده بقى اول واخر مره ان نادي الاهلي يلعب مع ضد فريق في ميسي في بطوله دوليه، اكبر بطوله للانديه على مستوى العالم كله. فده انجاز، ده بالنسبه للنادي الاهلي انجاز، فطبعا حاجه فخر. انا كمصري انا فخور جدا جدا جدا. سيبك بقى من النتيجه، سيبك من اللي هيحصل والكلام ده، الحدث نفسه فخر اي واحد مصري، اذا كان اهلاوي زملكاوي محلاوي فلاح زي كده اي حد، ده فخر فخر يعني. انا فخر والراس مرفوع النهارده، وان شاء الله باذن الله كده في شهر يونيو بترفع اكثر ان شاء الله بامر الله. المجموعه بالميراس مع بورتو والاهلي وانتر ميامي، راي حضرتك في المجموعه فنيا يا كابتن؟ استاذ ابراهيم انت، انا اقول اللي طبعا انا شايفه طبعا لا اللي انت شايفه، لان انا ما بحب، انت عارف ان انا بحب اقول اللي انا شايفه طبعا يعني طبعا مش اللي بحب اللي الناس تسمعه. لا 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 طبعا مجموعه، انا اعتقد مجموعه صعبه جدا جدا جدا. لو الاهلي طلع الدور الثاني هيبقى اعجاز مش انجاز، اعجاز هيبقى اعجاز. لا بس يطلع من مجموعه اول او ثاني مجموعه، ده اعجاز في حد ذاته. فرقه بورتو فرقه كويسه جدا، لو احنا مش متابعين الدوري البرتغالي كويس، انا بتفرج على كل الماتشات بتاعتهم، فرقه قويه جدا جدا جدا. كل اللعيبه اللي فيها بيلعبوا عشان يروحوا الدوري الانجليزي الدوري الاسباني، فهم كلهم تالنت، كلهم معظمهم جايين عشان يتباعوا. يعني بورتو بيعمل من الناس الاستثمار اللي هو الاذكياء جدا جدا، بيجيبوا لعيبه زي ما بيقولوا بملاليم وبيقعد ملاليم. هتبص تلاقي كل حتى المدربين حتى اللعيبه، طيب نادي اللعيبه فرقه كويسه جدا جدا. انا قلقان من الماتش ده، ولاد جعانين، ما هم مش بس رايحين كده، لا جعانين عايزين يعملوا حاجه عشان يسوقوا نفسهم. فرقه بالميراس احنا لعبنا الاهلي لعب قدامها قبل كده في قطر وكسبنا باللانشات، انت فاكر انت السنه اللي قبل اللي فاتت كاس العالم اللي قبل اللي فات. ايوه فرقه برازيليا دلوقتي الفرقه ثاني الدوري البرازيلي، وطبعا دوري قوي، مش هيبقى ماتش سهل. لازم لعيبه النادي الاهلي يوميها كل واحد يدي 110% من اللي عنده. الماتش بورتو وماتش بالميراس لازم 110%، ولازم يكون في على الاقل خمس ست لعيبه يومهم، مش واحد او اثنين. عشان نيجي تكسب ماتش زي ده، ماتشين زي دولت، لازم يكون على الاقل في الفرقه خمس ست لعيبه في يومهم ويوم كويس لهم.
بالنسبه للطاقه والانرجي لازم يكون 110% من اللياقه الجسديه. فرقه ميامي احنا ما نستهترش بيها، فرقه كويسه جدا، ده فيها ثلاثه كازين كاس العالم او اربعه كازين كاس العالم. عندك البا الباك ليفت ومؤدي كانه عنده 20 سنه في الدوري، والدوري الامريكي صعب جدا، ما هوش دوري سهل، عشان احنا في مصر مفكرين انه دوري سهل، يقول لك ما فيش كوره في امريكا والكلام ده. اما تشوف فريق ميامي هتشوف هتعرف قد ايه التطور الخطير اللي حاصل هنا. عندك بوسكاس الميدفيلد برشلونه طبعا واخد كاس عالم، عندك ميسي لويز سواريز، وبعدين انا سامع دلوقتي انهم بيتكلموا مع ديخيا انجل ديخيا في اللي هيجيبوهم، عايزين يجيبوه من بنفيكا. فالفرقه انت بتلاعب فرقه عندها خبرات، انا خمسه ماتش خبرات، وبعدين في ولاد صغيرين موجودين، ففرقه تقيله، ما هوش ماتشات مش سهله، ماتشات تقيله. عشان كده في اول كلامي بقول لو الاهلي وصل الدور الثاني ده اعجاز. مش عايزين نقلل من نفسنا، والاهلي ممكن طبعا، بس عايز كل واحد زي ما قلت لازم يكون طاقه 110%. غير كده ما فيش حاجه قدام الاهلي، ما فيش حاجه مستحيله، يعني روح النادي الاهلي دايما هتبقى موجوده في الاحداث الكبيره زي دي كمان. بس مش عايزين الناس لا تتفائل قوي ولا تقول يعني تتشائم قوي، احنا خلينا واقعيين ونفكر واقعيين والفرقه واقعيه، ولما الحدث وكل ما يقرب ان شاء الله هنكون الاهلي مستعد اكتر، وشاف ظروفه كويس انها بدات من دلوقتي هيبدا يتابع الانديه دي ويشوف، وان شاء الله ربنا يسهل ولاعيبه الاهلي اذا كان في المركات وده اللي هيجي يجيب لعيبه بتاع، فربنا يسهل، ربنا يسهل. انا متفائل، انا متفائل، ومن كل ده مش عايز ابقى نيجاتيف، بس انا متفائل خير ان شاء الله. ان شاء الله. والنادي الاهلي يعني في المواعيد الكبرى بيبقى مختلف، يعني بيحس بالمسؤوليه، وباذن الله يعني يكون على قدر الحدث. يعني ما ده اللي بيفرق النادي الاهلي يا باشمهندس، الحته اللي انت قلتها دي ده بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي في افريقيا او الشرق الاوسط، اللي روح النادي الاهلي والحدث الكبير وازاي يكونوا موجودين، ده الحاجه اللي الروح دي هي اللي بتفرق النادي الاهلي عن اي نادي في الوطن العربي كله او افريقيا. بمناسبه التدعيمات يا كابتن، بمناسبه التدعيمات، يمكن في بعض مصادر الاعلام قالت انه ميسي تواصل مع محمد صلاح وممكن يروح انتر ميامي، هل ده موجود فعليا عندكم ولا لا؟ لا 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 لا. وبعدين ميسي ده بس استاذ ابراهيم، هنا ميسي ما فيش لعيب هيكلم لعيب، سيبك الكلام اللي في مصر عندنا ده، انا بشوف الحاجه، انا بصراحه انا بصعب عليا مصر والطريقه اللي بتدار بيها الرياضه في مصر مثلا، وبعض الاعلام المصريين، ما فيش الكلام ده خالص، ما فيش لعيب محترف اقدر اكلم لعيب وهو معاه مثلا في النادي بتاعه قبل، يعني ما يقدرش يكلمه حتى قبل يناير، ما يقدرش يكلمه دلوقتي، ولو كلمه ده في رئيس نادي يكلمه بعد يناير، ما فيش الكلام ده هنا. ده ماشي، الرغبه مش موجوده، مش حاسسها انت، الرغبه مش موجوده. لا 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 لا، لا رغبة من الطرفين. مش هجيب صلاح جنبه، فاهم قصدي؟ لا لا لا، ولا كريستيانو، انا سمعت برضه كريستيانو كلمه، كل ده انت عارف احنا في مصر اللي بيكتب العادي بيكتب كل حاجه، والعادي يالف يالف كل حاجه. طبعا انتر انتر ميامي هيبقى معاه جمهور كبير جدا، هل في جماهير مصريه وعربيه ممكن يبقى لها عدد كويس في المباراه؟ بص، ميامي هنا معظمهم تعرف ميامي على الحدود مع كوبا مع كولومبيا، هتلاقي كل الاسبان اللي هم كولومبيا كيوبا اللي هو الكاريبي، هتلاقي كل يعني كتير، والامريكان كتير اللي غاويين كوره، فاتوقع الاستاد هيتملى. العرب الحاجه كويسه، انا كنت اتمنى الماتش يبقى في نيجيرسي او في نيويورك، لان يعني الجلال المصر المصريين كتير جدا في نيجيرسي، طبعا جدا جدا طبعا. بس ما بين نيجيرسي وميامي ممكن ياخدوها بالعربيه، يعني ممكن ياخدوها بالعربيه، سواء بالعربيه، فانا اتوقع هيبقى عدد كبير، هيبقى عدد كبير مش زي ما كنت في نيجيرسي. يعني نيجيرسي كنت انا امبارح بقول لو الاهلي بيلعب مانشستر سيتي في نيوجيرسي، والاستاد اللي هو الاستاد بتاع نيوجيرسي 80,000 متفرج، 60,000 هيبقى اهلاوي، 60,000 مصر مش اهلاوي، ما فيش اهلي بقى دلوقتي في الدوره دي، ما فيش اهلي للزمالك في مصر، مصر ده في مصر، ف 60,000 مصر هيكون موجودين. فانا اتوقع الاستاد بياخد بتاع 35,000، اتوقع حوالي 10,000 مصر هيكون موجودين. عدد كبير برضه، تعرف
ميسي لما بيلعب يعني تذاكر لما ميسي جه الدوري، الدوري تذاكر المتوسط انها مثلا 25 دولار 30 دولار. دلوقتي ساعه ما ميسي جه هنا التذاكر دلوقتي بتتباع ب 400 500 دولار. يعني فالناس عشان تيجي تشوف ميسي فبالنسبه لهم بيعمل تاريخ. فبطوله بطوله دوليه زي دي فهتلاقي التذاكر دي بتتباع كمان، تبص هتلاقيها بتتباع في السوق السوداء على الانترنت هتوصل 2000 3000 دولار التذكره. البطولة يا كابتن في منتصف شهر 6، الدوري الامريكي هيكون خلص بقاله فترة ولا هيبقى لسه مستمر؟ لا 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 هيكون في نص الموسم، ده نص الموسم. نص الموسم. ده نص الموسم. الدوري هنا بيبدأ، الدوري هنا بيبدأ في أول آخر فبراير. عشان الظروف في الشتاء. إن الشتاء لأن لوس أنجلوس، أنا عارف لوس أنجلوس الجو هنا طول السنة جميل. الجو هنا في لوس أنجلوس خطير، بس الإيست بقى اللي هو نيويورك ونيوجيرسي اللي هم الولايات اللي الثلج بيبدا يعني بدا دلوقتي من الشهر اللي فات، فممنوع فهيبقى صعب جدا تلعب، فبيبداوا في اخر فبراير فهيبقى في نص الموسم. والطقس عندهم في شهر 6 عامل ازاي في ميامي؟ في ميامي لو الجو صيفي، لو جو صيفي بيبقى الرطوبه عاليه جدا. بس شهر 6 يعني لو 7 او 8 اوف يعني بيبقى عالي جدا الرطوبه والحر خاصه في ميامي. بس شهر 6 8 يعني رطوبه وحر وميسي كمان. الخط الظهر كابتن زكي. طيب يعني هنعاود الاتصال بكابتن زكي. دايما بيروح للموضوع باقصر طريقه ويديك المعلومات اللي انت محتاجها فعلا. صحيح. بالشكل السليم جدا، وده اللي احنا بنقول عليه. احنا دايما واحنا بنحلل بنقول انطباعات او بنقول امنيات. انا حاسس كلام كابتن زكي عجبك في حته عدم الاستسهال اللي انت داخل بيها. وانا قايل لك بورتو فرقه مرعبه. اولا بالميراس تقلق حتى من اي حد؟ لا انا بص انا اقلق من حذر. بص لا اقلق من الاهلي على الاهلي. تقلق على الاهلي من الاهلي؟ من الاهلي. أيوة. لو انا كالعاده الدوافع واللعيبه والالتزام ونعبر عن الاهلي نقدر نلعب اي حد. وهنعمل ماتشات كويسه. ان شاء الله. لكن لو بقى فاهمين ان احنا رايحين وحلو قوي كده واحنا يكفي ان احنا شاركنا في هذا الحدث هيبقى خطر جدا. يعني نصدق حلمنا ونشتغل عليه وربنا يحمينا من الاصابات، ولو قدرنا نجيب حد مناسب مش كتير. انا ضد التغيير الجذري في الفريق. يعني مش دايما انك تكدس اللعيبه ده احسن حاجه. طب الفيفا مدي فرصه للفرق المشاركه، فتح لها ماركاتو استثنائي 10 ايام في اول 6. هاجي لك ليها بس نرجع للكابتن زكي عبد الفتاح تاني. كابتن زكي كنت بكلمك قبل ما نقطع الخط على حاله الطقس في ميامي اثناء البطوله، قلت لي هيبقى حر ورطوبه في شهر 6. بيبدا من اخر 5 كده بيبدا الرطوبه تعلى والحراره تعلى. بس احسن كتير من شهر، لو شهر 8 يعني دخلت بقى 7 و8 و9 ده القمه، بس هتبقى يعني مش عاليه قوي. بس هتبقى في رطوبه، عشان هيبقى في رطوبه وهتبقى في حر. وبعدين المطر هناك في ميامي في اي وقت، اللعيبه برضو النقطه كويسه، لان المطر في ميامي صيف شتاء طول السنه. والشتاء شتاء يعني شتاء مطر يعني. اللعيبه برضو عشان احاديه المطر والكلام ده والصاد عالي، لان الجو هنا ما فيش بتشتي يعني. طيب مطر كابتن زكي، يعني كره القدم ما هياش يعني بشعبية كرة السلة، وفي ألعاب أخرى البيسبول والكلام ده، لكن أعتقد إن الفوتبول الأمريكاني طبعا والرجبي فأعتقد إن استجلاب النجوم الكبار لأمريكا بقالهم سياسة يمكن من 10-15 سنة، هل غيرت الوضع؟ بقى في جمهور كبير لكرة القدم أو السكر زي ما بيقولوا؟ بص يا باشمهندس، انا اول ما اشتغلت في لوس انجلوس جالاكسي من اول يوم الدوري بدا سنه 96، ما
ماشي. في 96 بدأ الدوري كان 12 نادي. الليج اللي هو الرابطه اللي هم الاونر، كان الاونر بتاع 12 نادي كانوا بيدفعوا للتلفزيون 20 مليون دولار كل سنتين عشان التلفزيون يذاع لهم الماتشات. ده الكلام ده 96 سنه 96. فبعد سنتين العقد خلص، التلفزيون قال لهم ده في ناس بتتفرج عليه، لا احنا بندعوا لكم ببلاش سنتين. فدعوه ببلاش سنتين، بعد السنتين دولت دفعوا 50 مليون. انت عارف النهارده السنه دي انت عارف التلفزيون بتاع كام؟ 750 مليون دولار الربط عشان يذيع الماتشات. وبعدين عشان الناس بتقول ان مفيش الكوره مش كوره كابتن. 750 مليون دولار سنويا. سنويا. علشان العادي كده، علشان يذاع بعد ما هم كانت الرابطه اللي بتدفع كانوا بيدوا له فلوس. النهارده 29 نادي من 12 نادي، 29 نادي في الدوري. امريكا 350 مليون واحد، امريكا كبيره. ف 29 نادي بيلعبوا، وهم السنه الجايه هيبقوا 30، السنه اللي جايه دي اللي هي اللي سنه 26 هيبقوا 30 نادي، وهو كده اللي التارجت بتاعهم يبقى 30 نادي في الدوري. فدولت فشوفوا يعني انا بقول لك التفكير ازاي. فانا من اول يوم يعني انا من اول يوم مع الدوري بشوفه بيكبر بيكبر. النهارده في الماتشات كلها متذاعه على الهواء كلها، وما فيش التذاكر. لو انت تتفرج اي خش حضرتك على الام ال اس اللي هي الويب سايت بتاع، ما فيش ماتش تتفرج على الهايلايت، ما فيش ماتش التذاكر فولد اوت، لان ده الجماهير الدخل للجماهير كلها حاجه اقتصاديه واستثمار. رئيس كاسي شرب 5 مليون شرى اللوجو وبدا النادي 5 مليون سنه 96، 98 بعدها بسنتين باعوا 29 مليون. باعوا 29 مليون. النهارده بعد ما بنى استاد لو بتاع استاد جالكسي، وده النهارده بيتعرض عليه مليار ونص عشان يبيع النادي ما رضاش. يقول لك لا مش عايز. فانا بقول كل حاجه استثمار وكل حاجه بالصناعه. فعشان كده انا بشوف في مصر انا بستغرب الانديه دي بتجيب فلوس ازاي؟ الانديه دي بتجيب فلوس ازاي؟ وبتصرف ازاي؟ والخساره دي ازاي؟ انا صعبان عليا والله، صعبان عليا. انا احنا ما فيش دراسه، ما فيش رؤيه، ما فيش. طب النهارده بقى فين بعد 5 سنين؟ بقى فين بعد 10 سنين؟ بقى فين؟ ما فيش الكلام ده. انا الكلام ده انا بيصعب عليا. انا مشيت من مصر سنه 91. لقيت يعني الكابتن جوهري جاي من كاس العالم، قال لك يلا احنا نعمل احتراف. يلا يلا يعمل اعتراف بكاس العالم على طول. انا نفسي استفدت. انا لقيت النادي بيدي لي 35,000 جنيه سنه 91 سنه 90. 35,000 جنيه زيها. وبقضي 3 سنين ونفس عقدي، وانا موظف الشركه ومعمول لي تفرغ كل حاجه. كل اللي بعمله ان انا كل 3 سنين اخد 35,000، والعقد بتاعي ما كان 150 بقى 1500. انا قلت طب الانديه دي هجيب الفلوس منين؟ طب الفلوس هجيب منين؟ صحيح. فانا اقسم بالله قرار الكابتن ده اللي خلاني قلت بقى انا همشي في مصر خلاص. مشيت سنه 92، مشيت وجيت هنا 92. لقيت اللي هنا بقى شايف واللي احنا بيحصل ده هو برضه اللي هو عدم التخطيط والقرارات العشوائيه والقرارات الانفعاليه. ده اللي بيحصل في الكوره دلوقتي. يعني هو كابتن مستر برادلي شغال في الدوري الامريكي برضه؟ لا هو في النرويج دلوقتي. في النرويج. في النرويج. كابتن احنا أنا كنا بس جيت معاه. انا جيت مع برادلي عشان منتخب مصر. طبعا طبعا. ما سيبش امريكا، ما سيبش امريكا لا واروح. لا هو في النرويج، راح قبل كده النرويج وراح فرنسا ما روحتش. اهو الاهلي، اهو الاهلي جاي لك بنفسه امريكا ان شاء الله. هيشرف باذن الله بامر الله. طيب في لعيبه عرب بيلعبوا في امريكا ولا او افارقه، ولا يعني دي ظاهره اوروبيه فقط؟ بص يا باشمهندس، لا بالظاهره لا، في لكن في عندنا محمد المنير كان بيلعب في لوس انجلوس، نادي كنت مبرمه، كان الباك ليست بتاع منتخب ليبيا. وفي مش كتير بس بص هنا كل حاجه. يعني جابوا ديفيد باكام وهو عنده 29 سنه، يعني جايبينه وهو عنده 29 سنه. جابوا ديفيد باكام ب 250 مليون دولار في 5 سنين. اقسم بالله بعد سنه التيشيرتات بتاع ديفيد باكام اللي اتباعت غطت ثمنها. هم كسبوا من وراء الملايين. جابوا ميسي، تعرف ميسي مكلفهم كام يا باشمهندس؟ ميامي ومش عارف اقول اعلان الشركه اللي جابته والكلام ده، مليار دولار عشان ميسي يجي، مليار دولار. عارف الليج دلوقتي من ورا ميسي في نص شهر عامل له اكثر من 3 مليار دولار. يعني التلفزيون ماشي واخد حصه من الماتشات اللي بتذاعه والكلام ده. النهارده التلفزيون القناه اللي كانت بتنقل واللي هي المسؤوله عن اللي جابته
النهارده بقت مفيش القناه ذهبت. بقول لك كسبوا فلوس من ورا ميسي، فهم كل حاجه بياخدوها باستثمار. عشان كده الفيفا كان منشن صح انه يودي النسخه الاولى من البطوله لامريكا. طبعا عشان امريكا كبيره. بص امريكا ملاعب، فنادق، كل حاجه جاهزه، يعني كل حاجه جاهزه. امريكا ممكن تعمل كاس عالم في 100 دوله هتستضيفهم فيه. يعني انا جنبي في الحته اللي انا فيها في خمس ست ملاعب، في خمس ست فنادق، في انا عندي في كاليفورنيا عندنا بسادينا استاد عندي في 80,000، في كولومبيا في 90,000، استاد لوس انجلوس 40,000، استاد ال اف سي 30,000. في الحته اللي انا فيها بس 20 ميل وحوالين بعض. فده المنطقه بس، مش هقول لك. فامريكا عندها استعداد تستضيف اي حدث في اي وقت. ما بقولش كده لان بس دي حقيقه، ده واقع. احنا يعني عايشين، لان البنيه التحتيه اتبنت من زمان. فهم مش، ما فيش حاجه، هم شايفين عندهم الرؤيه دي من 40 سنه. فانا الفنادق والملاعب والكلام ده ما فيش. يعني لوس انجلوس النادي داون تاون لوس انجلوس، يعني اغلى حته في لوس انجلوس، اتبنى في 8 شهور الاستاد بتاعها. 8 شهور كانوا بانيين الاستاد والفاسيلتي بتاع التمرين. تمام يا كابتن، وان شاء الله نسعد بيك، وان شاء الله الاهلي يسعدك انت وكل الجماهير المصريه والعربيه في امريكا باذن الله. ويسعد كل مصري بجميع انتماءاته. يعني انا بس رجاء من خلالك وخلال الباشمهندس، يا جماعه ما فيش الاهلي والزمالك، احنا مصر، واي حد بيلعب بره مصر بيستخر بيبقى مصر. صح. انت مفروض اي زملكاوي، اي محلاوي، اي اسماعيلاوي يفتخر بنادي الاهلي ويدعمه، مش بغيره ويقطع فيه ويقل من انجازاته، لان الحاجات دي بتحرق. انا هنا ببقى بحرق دم. احنا وصلنا لدرجه انك انت مش عارف تنجح فيفشلك. صح. خلاص انا مش عارف انجح، طب انا هتعب ليه وانجح ليه؟ طب ما افشله معايا واهاجمه. لا، ربنا يهدي ويوفى باذن الله يا كابتن. ربنا يهدي يا رب يا رب ان شاء الله. كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب السابق والواحد من النماذج المصريه في الدوري الامريكي، شكرا جزيلا ليك. اعتقد جه على هواك الصعوبه بقى. لا لازم تحس. شوف الاهلي لو حس بالصعوبه بيوصل الى مستوى الحدث. دي بطوله مهمه جدا، عايزه ان لاعبتنا تعرف عندهم فرصه تاريخيه ما جاش لحد قبل كده بالمنظر ده. صحيح. ده التاريخ اللي بيكتب في ميامي. بعد الفاصل تفاصيل تانية. اهلا بحضراتكم من جديد. والتاريخ يكتب في ميامي. التاريخ كان بيكتب في ميامي، وفي نفس اللحظة كان أبطال الأهلي في جوهانسبرج. بصوا الفوارق، شوفوا المسافات الكبيرة بين الحدثين. الأهلي بيستعد لتحد جديد. دي لقطات للاعبي النادي الأهلي، لقطات حصرية لشاشة الأهلي، وهم بيتابعوا عبر الموبايل البث المباشر بتاع القرعة، وهم في فندق الإقامة بيستعدوا لمباراة السبت إن شاء الله تعالى اللي هتبقى الساعة 3 العصر مع اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي في دوري الابطال، في تحدي جديد لمجد جديد. خدوا بالكم النسخه دي مهمه، ان شاء الله تعالى الفوز بيها يضمن للاهلي المشاركه في كاس العالم 2029. اللي حصل في ميامي وحلاوه الليله تخلي كل لعيبه النادي الاهلي حريصه ان يفضل الاهلي في مكانته الدايمه في العالميه. اعتقد دي لحظه، بص الناس اللي بتستعد الماتش بعد بكره ومرتبطه بحدث ثاني يا باشمهندس. ما يعني باذن الله، يعني الاهتمام ده ينتهي النهارده بالليل. خلينا نروح بقى الحدث اللي هم فيه. مش عايزين بقى ايه الانشغاله دي. طبعا انا بقى بس هو ما يقدروش، ما يتموش، ما يقدروش. ما انا بقول لك امنيتي تخلص. ما نعيش بقى ونقعد نتكلم فيها اليومين الجايين دول. خل اجلها. نمره 2، استاذ ابراهيم لما بقول المكان والمكانه، هو اللي قدم الاهلي قدمه ازاي؟ الارقام القياسيه، مكانته الافريقيه، القابه وقدمه كان النادي الاول في افريقيا. هذا هو الكلام. انت ما بتديش نفسك حاجه، انت العالم كله يتحدث عنك. فما ما ما تخليش حد يستفزك باي كلام، انت عارف ان ده كلام للاستهلاك بتاع الاعداد.
أي. انما انت المكان والمكانه ده تاريخ محدش يقدر يتجاهله. وساعه الجد الاهلي يفرض مكانته وعلى المكان اللي هو فيه باستمرار. يعني عدد البطولات اشار ان 26 بطوله، اشار ان هو نادي القرن، اشار الى انه الاكثر شعبيه، اشار الى حاجات يا استاذ ابراهيم هي النادي الاهلي، مفردات القيمه، ملخص النادي الاهلي. فالحقيقه اللي بيجي يتكلم على الاهلي عنده قماشه حلوه يتكلم فيها. شوف الشناوي والسوليه وسام، واعتقد كله بيتفرج، وطاهر والدبيس و... يعني النهارده كل واحد من الناس دي يعني بيحلم بالماتش باللحظه. طبعا. عشان كده ده التاريخ اللي بيتكتب للعيبه دي يا باشمهندس، للجيل ده مؤكد، وده الجيل ده عشان ننصف بقى. ايوه، ما احنا لما بنعيش الحدث ايوه ما بنقراهوش كويس. ايوه، اما هنبعد عنه ويبعد عننا. ده الزمن الجميل، ده الزمن الجميل قوي. صحيح. يعني عدد البطولات في المده الزمنيه رائع يعني. ايوه. يستحق كل الدعم، مش اللي يعني ندعم على سطر ونسيب سطر والكلام ده. لا، وبعدين بلاش مقارنه مين افضل من مين في لعبتنا اللي عندنا. ايوه. يعني انا بقارن لعيبتي باللي بره اقول، لكن اتنين لعيبه عندي مين افضل من مين؟ كلهم ولادنا وكلهم مجتهدين وكلهم لعيبه تستحق انها تلبس فانيله الاهلي، واللي النهارده بينحسر عنه التوفيق شويه نفتكر له الماتشات الرائعه اللي اداها لنا، ونتمنى ان يعود، وهيعود باذن الله ان شاء الله. فلا، انت لمست نقطه مهمه قوي يا باشمهندس، الاعداد الذهني دلوقتي. يعني حدث كبير جدا اللعيبه بتتابعه، ومباراة كبيرة صعبة منتظراهم كمان 24 ساعة. ازاي تقدر تخرج من ديت لدي؟ شخصية الأهلي بقى. يعني والناس اللي عمالة تتكلم على شخصية الأهلي. شخصية الأهلي مش التيكي تاكا ده أسلوب لعب. ومفيش حد بيلعب بنفس الأسلوب مدى الحياة. وإلا كل الفرق تتحفظ وتنتهي. إنما شخصيتك أنت كيف تخوض المعارك الكروية بتاعتك. هي دي الشخصية، انك انت دايما مركز نهم، ما بتشبعش من البطولات، الاطار الجماعي، السلوك والانضباط. لو كسبت بطولة بتنساها تاني يوم، بتبتدي تحدي جديد. هي دي شخصية الاهلي، ومش عايزين نخلط الاوراق واحنا بنتحدث والمفاهيم والمصطلحات. هنشوف كتير من التفاصيل عن البعثة في جوهانسبرج، لأن دي مسألة مهمة جدا، بس خليني أفكر حضراتكم بالمجموعات، لأن ده كان حدث كبير جدا، ونشوف حتى الأشقاء العرب والأفارقة القرعة عملت إيه معاهم. عشان تفتكروا المجموعة الأولى طبعا اللي فيها الأهلي كان معاه بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي. المجموعة الثانية ما فيهاش لا عرب ولا أفارقة، باريس سان جيرمان واتلتيكو مدريد وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ووندرز الامريكي. المجموعه الثالثه يعني باستثناء اوكلاند فيها مطحنه بقى بين البايرن وبنفيكا وبوكا جونيورز، ومعاهم اوكلاند سيتي. ده اوكلاند كده ممكن ما يلعبش، يعني الثلاثه مع بعض. المجموعه الرابعه الترجي لقى نفسه بين فلامينجو وتشيلسي، ومعاهم ليون. المجموعه الخامسه برضه ما فيهاش لا عرب ولا افارقه، ريفر بليت وانتر ميلان ومونتيري وراوا ريد. احنا بقى لعبنا مين في دول؟ لعبنا مونتيري وراوا. على فكره من ال 32 نادي او ال 31 نادي في البطوله، انت لعبت 17 فريق قبل كده. عموما هنروح مع بعض لجوهانسبرج، من امريكا الى جوهانسبرج حيث كانت بعثه الاهلي تتابع الحدث الكبير وتستعد الحدث ايضا كبير. زميل كريم احمد موفد قناه الاهلي الى جوهانسبرج. مساء الخير يا كريم، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اتفضل يا كريم، تحياتي وتحيات المهندس عدلي القيعي، اتفضل.
كل التحيه وتقدير ليك باشمهندس عدلي، كل التحيه للاستاذ ابراهيم منيسي، لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا للجهاز الفني بمشيئه الله ان شاء الله في مباراه اورلاندو، اللي اكيد مباراه مرتقبه ومباراه تحضير فني وتحضير اداري، امور عديده جدا بالتاكيد هنبدا فيها مع الكابتن سامي مصطفى مدرب فريق النادي الاهلي. بنرحب بيك في البدايه كده يا كابتن سامي، موفقين ان شاء الله باذن الله. مباراه لها حسابات عديده جدا ولها تحضيرات فنيه في اجواء صعبه، في مناخ، في حراره، في امور عديده جدا. جمهور النادي الاهلي منتظر يسمع كابتن سامي مصطفى عن التحضيرات وعن الاجواء هنا في جوهانسبرغ. طبعا تحياتي للبشمهندس عدلي والاستاذ ابراهيم، مبسوط طبعا انا معاهم. زي ما انت قلت طبعا مباراه مهمه بالنسبه لنا، بطوله كبيره وبطوله قاريه، انت بطلها ان شاء الله تحقق انجاز برضو ان شاء الله. يعني دايما النادي الاهلي بيسعى للانجازات دايما. النهارده ان شاء الله يبقى البطوله الثالثه على التوالي، يمكن ما حصلتش قبل كده في تاريخ الانديه كلها الافريقيه. اعتقد ان تحدي كبير بالنسبه لنا، اتمنى ان شاء الله نبقى البدايه الحمد لله كانت مطمئنه بالنسبه لنا في المباراه الاولانيه بنتيجه واداء كويس. ان شاء الله نقدر نكملها بكره ان شاء الله وتبقى استمراريه للاداء كويس، وان شاء الله استعاده البطوله ثاني ان شاء الله. كل الصعوبات اللي بتقابل النادي الاهلي بنتمنى ان هي تكون دوافع بالنسبه لها، يمكن زي ما بنقول الطقس، الحراره، كل الامور دي. لعيبه النادي الاهلي عندها هدف، بطل افريقيا عنده هدف، معنويات عامله ازاي يا كابتن سامي؟ اللعيبه مركزه ازاي؟ الاجواء اللي انت شايفها هنا عامله ازاي يا كابتن سامي؟ زي ما انت قلت البطل دايما ما بيجيبش مبررات دايما، الحمد لله احنا متعودين على كده واللعيبه متعوده على كده. بغض النظر عن الظروف اللي بتحصل او الجو او او الفرق المنافسه اللي احنا بنلعبها، عندنا زي ما انت قلت هدف معين بنسعى له ان احنا نحققه، نطمن بيه جمهورنا ونخليه يبقى دايما دافع لينا بعد ربنا. فاعتقد الحمد لله قدر طبعا طبيعي لعيبه النادي الاهلي، انت تلعب تحت اي ظرف من الظروف ديت. اعتقد اللعيبه عندها من الخبرات اللي بتاهلها اللي ان شاء الله تؤدي اداء مميز ونتيجه ان شاء الله تكون ايجابيه عشان نستعد برضو للبطوله اللي بعدها ان شاء الله. يمكن التدريب الاول بيكون مهم جدا وبنلمس فيه امور عديده جدا يا كابتن سامي، بنشوف رغبه اللعيبه رغم المشقه الكبيره جدا من الرحله الطويله جدا، لكن تدريب النهارده الحقيقه كان فيه فقرات متنوعه، لكن كان فيه روح كبيره وكان فيه تركيز كبير، كل النهارده اجتهد بشكل كبير جدا. تتفق معايا في الامر ده ولا لا يا كابتن؟ اكيد طبعا، يمكن انت شفت وكنت موجود معانا ومع اللعيبه في الرحله حوالي قضينا حوالي من 12 14 ساعه، وكنا متمرنين الصبح، اللعيبه كانت متمرنه الصبح برضو حاجه صعبه بالنسبه لنا. رجعنا الحمد لله بقى اللعيبه ريحت بشكل كويس، وزي ما انت قلت معنويات كانت عاليه جدا للعيبه، لان زي ما بتكرر كل مره بقول ان لعيبه النادي الاهلي مقدره المسؤوليه اللي هي اللي انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي، ومسؤوليه كبيره، جمهور والناس اللي بتبقى وراك دايما. فاعتقد ان كل دي بتبقى دوافع ليهم، واللعيبه الحمد لله الجيل ده بالذات حقق من الانجازات اللي هو كمل على انجازات الاجيال اللي قبل كده. واعتقد ان شاء الله بالبطولات اللي بيعملها والانجازات اللي بيعملها ان شاء الله يحقق تاريخ كبير، ويجي بعد كده ان شاء الله اجيال ثانيه تكمل اكتر واكتر النادي باذن الله. زي ما بنقول وبنكرر على طول، بنقول المجد المتكرر مش هتشوفه غير في النادي الاهلي. حدث عالمي، الكاس العالم للانديه، الكل النهارده كان يعني على حرص كبير جدا ان هو يتابع ويشوف المجموعه ويشوف الامور دي. الكل النهارده اللعيبه، الجهاز الفني، كابتن سامي بيمثل له ايه مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بالقيمه الكبيره بالشكل الكبير في الولايات المتحده الامريكيه، سواء على المستوى الشخصي او على بقيمه النادي الاهلي كمستوى مجموعه يا كابتن سامي؟ خليني اقول لك طبعا مش عاوز اتكلم على المستوى الشخصي، انا عاوز اتكلم بتكلم على النادي نفسه. يعني ان انت تكون موجود في الحدث دوت، اول مره تحصل في تاريخ الانديه كلها ان تعمل بطوله بالشكل ده، 32 فرقه من افضل الفرق الموجوده في العالم كله، ان انت تكون اسمك موجود فيها وموجود مشارك فيها بشكل كبير جدا وشكل الناس مقدره حجم النادي الاهلي واسم النادي الاهلي. اعتقد ان ده كان يبقى اكبر رد لكل الناس اللي كانت بتتكلم عن النادي او بتشكك في اي حاجه. يعني ان الناس بتتكلم على الاهلي ووجوده في الحدث كبير زي دوت، يعني اعتقد اكبر حاجه رد لكل الناس اللي بتتكلم عن النادي بالشكل او سواء يعني شكل بقى مغرض او شكل هو شايفه بطريقه مش مناسبه. لكن النادي الاهلي بيحقق مش لينا بس، مش للنادي بس، اعتقد لمصر وافريقيا. النهارده اللي انت بتمثل بطوله قاريه كبيره جدا بشكلها، اللي انت تبقى اول فريق مصري تشارك فيها، فاعتقد الحمد لله فخور جدا طبعا بكده، فخور للنادي اكتر. على المستوى الشخصي الحمد لله طبعا شرف كبير ان انت طبعا تبقى موجود في وسط انت بتلعب كاس عالم، يعني كاس عالم بشكله كل حاجه بتفاصيله كله بس عن طريق طبعا الانديه. فطبعا فخر جدا وبشكر طبعا النادي اللي اتاح لي الفرصه اللي زي ديت. يعني ان النادي دايما النادي الاهلي هو اللي بيكبر كل الاشخاص اللي بيبقوا منتمين ليه. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نكون على قد المسؤوليه ان احنا نحقق ان شاء الله حاجه كبيره لجمهورنا. انا عارف ان جمهورنا هو دايما اللي بيدفعنا ان احنا نحقق الانجازات ديت، ودايما جمهورنا اللي بيدينا الثقه وبيطمعنا ان احنا
ان نادي الاهلي مش اقل من الفرق الموجوده ديت. ان شاء الله نروح لابعد مكان فيها ان شاء الله، ان شاء الله نكتب تاريخ كبير ان شاء الله لاسم النادي ان شاء الله. انتر ميامي بقول ياسر وربيع بقول له ذاكر بقى كويس عشان ميسي، عشان الامور صعبه جدا، قيمه كبيره جدا الحقيقه، ميسي يعني لعيب عالمي محتاج مذاكره كبيره جدا يا كابتن سامي بالتاكيد. اكيد طبعا، يعني انت بتتكلم في افضل من واحد من لمس الكوره في تاريخ العالم كله يعني عمر الرسول يعني. طبعا حدث كبير جدا يعني، انت الناس اللي انت كنت بتشوفها وكده النهارده انت بتنافسها، فطبعا شرف كبير جدا وحجم كبير جدا. لكن خلينا نمشي واحده واحده، احنا الاهم بالنسبه لنا المباراه بتاعت بكره، اهم بالنسبه لنا البطوله الانتر كونتيننتال اللي بعدها، بعدين ان شاء الله لما يجي بقى ان شاء الله الحدث دوت ان شاء الله يكون ان شاء الله دعمنا بشكل افضل كمان، وعندنا ان شاء الله لعيبه تكون خدت خبرات كبيره اكتر، ان شاء الله تحقق طموحنا وطموح جمهورنا وادارتنا، وان احنا ان شاء الله نروح لابعد مكان باذن الله. شكرا. كل الشكر والتقدير والتحيه لكابتن سامي قمصان. زي ما بنقول يا باشمهندس عادل استاذ ابراهيم، الحقيقه حدث عالمي. اتفضل يا باشمهندس عادل. اتفضل يا استاذ ابراهيم. كريم، طمنا على الاصابات يا كريم، والموقف ايه بتاع اللعيبه وسام واشرف داري تحديدا؟ بطمنك يا باشمهندس عدلي، النهارده الحقيقه يمكن كنت بقول لك يا كابتن سامي التدريب الاول بنلمس منه حاجات كتيره جدا، واللي لمسناه النهارده الحقيقه الجاهزيه التامه للثنائي اشرف داري وسام ابو علي، شاركوا في الجرعه التدريبيه الكامله اللي كان فيها سبرنتات، كان فيها كروسات، كان فيها التحامات، كان فيها امور عديده جدا بتطمنا، وبتشوف بنشوف من خلالها مدى الجاهزيه الطبيه. الجاهزيه الفنيه بالتاكيد موجوده، لكن اهم حاجه طبعا الجاهزيه الطبيه. درجه الحراره هنا صعبه شويه، تصل ل 36 و37، الرطوبه عاليه شويه، لكن الامور طيبه جدا بالنسبه طبعا للثنائي تحديدا وسام. يمكن ادى تدريب رائع النهارده، يمكن كمان كان مستر كولر مخصص كده فقره ليه طبعا الضربات الحره اللي بتكون من خارج ال 18، وسام كان بيجيد فيها بشكل رائع ومميز جدا. اشرف داري ايضا كمان كان في يمكن بعض التدريبات المتنوعه فيها شوتنج على المرمى، حقيقه يمكن ادى اداء رائع ومميز جدا الحمد لله رب العالمين. ده امر بيطمن الجهاز الفني وبيطمننا ان احنا عندنا كل اللعيبه يمكن اللي كانت عندها اصابات متواجده في مباراه مهمه جدا، مباراه لها حسابات ولها تحضيرات، الامور الحمد لله ماشيه بشكل رائع ومطمئن جدا. شفناه النهارده في التدريب، شفنا مستر كولر تحفيزه للاعبين، اتكلم معاهم على اهميه المباراه، قال كل الاجواء وكل الظروف وكل التحديات دي عايزين نقلبها دوافع وتكون دوافع لينا في ارض الملعب. فعشان كده بطمنك يا باشمهندس عادلي في حرص كبير، في مذاكره كبيره جدا، الراجل بيحاول ان هو يكون ملم بشكل كبير جدا عن طريق ياسين المكاري، الهايلايتس، الامور طبعا اللي بتكون محاضرات الفيديو للعيبه الحقيقه بيجيد فيها نظري وبيجيد فيها ايضا كمان عملي في خلال التدريبات. يا رب يكون موفقين بمشيئه الله يا باشمهندس عادلي يا استاذ ابراهيم بالنسبه للمباراه طبعا اورلاندو يوم السبت بمشيئه الله. كريم، لاحظنا في متابعه اللعيبه للقرعه من خلال الموبايل، هل حسيت بردات فعل معينه ليهم بعد لقاء انتر ميامي وميسي، ولا كان يتمنوا مين؟ والله طبعا يعني الشكل العام بتاع القرعه اللي احنا شفناه، لا في رده تام بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، يعني الكل طبعا بيتكلم على انتر ميامي المباراه الاولى، ناس بتتكلم على ميسي، على امور عديده جدا، لكن في رضا، في اكيد طبعا النادي الاهلي اي فريق كان هيواجهه كان ليه كل حسابات وهي ليه تحضيرات وكان هيبقى امر واقع بالنسبه طبعا للمجموعه، لكن مجموعه مرضيه شكلا، لكن على ارض الواقع ممكن يكون في اختلاف كبير جدا. ممكن اللي انت تقول ان هو ممكن يكون مستواه اقل شويه او النادي الاهلي يقدر ان هو يجند الند، لا ممكن تلاقي شكله مختلف، عشان كده محتاجه تحضير كبير لسه ليها وقتها بشكل كبير جدا، لكن هو حدث عالمي. عشان كده النهارده كان لابد ان احنا نتكلم مع اللعيبه، مع الكابتن سامي، نشوف اللعيبه بتفكر ازاي، بنشوف الرؤيه ازاي، نشوف امل وطموحات اللعيبه في كاس العالم للانديه، البطوله الكبيره جدا اللي بترفع اسم النادي الاهلي واسم مصر، وده امر مهم جدا يا باشمهندس عادل. ما لمستش اي رد فعل عند مستر كولر او الكابتن حسام غالي او الكابتن رمضان؟ وكلهم كانوا بيتفرجوا، يعني كان مستر كولر كان بيتفرج على القرعه، كابتن حسام غالي يمكن الحقيقه كان بيتفرج لوحده، زي ما بقول لك في رضا تام على المجموعه وعلى القرعه وعلى الفرق طبعا اللي متواجده معانا، هي اختيارات لكن في رضا تام بالنسبه للعيبه. لكن اللي انا عايز اقوله يمكن ما خدتش وقت يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم موضوع القرعه، على قد ما كان في تركيز كبير جدا لمباراه اورلاندو، ده امر مهم جدا بالتاكيد بقيمه النادي الاهلي وبحرص النادي الاهلي وبالخبرات اللي متواجده مع فريق النادي الاهلي. الكل كان بيتابع النهارده، الكل اتكلم، الكل حاول ان هو يقول ميسي حسين يمكن يهزر شويه اللي ياسر مع رامي هتمسك ميسي ازاي، الامور دي كلها لكن في نطاق بسيط جدا، في دقائق بسيطه جدا، التركيز الاكبر والاهم هو في مباراه اورلاندو اللي بنعمل بمشيئه الله باذن الله. مستر كولر يكون موفق جدا في اختيار التشكيل، في ادارته الفنيه، لان في صعوبات بالتاكيد على موضوع الطقس، بنتمنى ان شاء الله يكون في تعامل جيد جدا مع هذه المباراه. بكره التمرين في نفس توقيت المباراه، وقبليه في مؤتمر صحفي لمستر كولر، مش كده؟
بالتاكيد يا استاذ ابراهيم، يعني هقول لك اليوم غدا 1 دورا هيكون الاجتماع الفني في استاد طبعا اورلاندو اللي هيستقبل المباراه، 2:30 هيكون المؤتمر الصحفي بحضور مستر كولر والكابتن شناوي، 3 عصرا موعد المباراه وهو موعد التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، ويعود بقى من بعدها الفريق هنا لفندق الاقامه، هيكون في محاضره فنيه اخيره، محاضره هايلايتس بتكون مهمه جدا بالتاكيد لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله بكره يكون يوم جيد يستفيد فيه النادي الاهلي جرعه تدريبيه جيده، لعيبه بتحافظ على بعضها بشكل مميز جدا، في انكار ذات رائع جدا وكبير جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله منتظرين توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع كل لاعبي النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم نرجع بنتيجه ايجابيه تسعد كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يا كريم وشكرا جزيلا ليك. شكرا. شكرا جزيلا كريم احمد موفد قناه الاهلي الى جوهانسبرج، واعتقد عمليه الخروج السريع من مود القرعه الى الاجواء المباراه واهميتها وصعوبتها دي مسألة مهمة في الإعداد الذهني. مهمة جدا وهي دي بتميز الأهلي، مش عايزين نتكلم فيها كتير لأنها المفروض إنها بقت ثقافة وعقيدة. جزء يعني من ثقافتك. تطلع من دي وتدخل من دي على طول. كنا وقفنا عند المجموعة الرابعة اللي فلامينجو وتشيلسي وليون والترجي. الترجي فرصه صعبة برضو فيها، لكن هي دي البطولة. والمجموعة الخامسة ريفر بليت وإنتر ميلان ومونتيري وأوراوا ريد. والمجموعة الستة فلومينسي اللي الكل اتمناه للأهلي، لكن راح للمجموعة الستة لقى بروسيا دورتموند وسان داونز وأولسن هيونداي الكوري. يعني سان داونز برضو ما بين طموحات الفريق البرازيلي فلومينسي وما بين بروسيا دورتموند، والفريق الكوري مش سهل برضو. الصدام العربي الوحيد حصل في المجموعة السابعة. أولسن يعني ما طبعا المجموعة السابعة هي اللي فيها الصدام العربي الوحيد الوداد والعين، والاثنين معاهم اليوفنتوس ومانشستر سيتي. فالحقيقة مجموعة برضو فيها الوجود العربي ده. الهلال السعودي لقى نفسه في مواجهة الملكي، الهلال ضد الملكي، ودي أول مباراة لريال مدريد، ومعاهم سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي. أعتقد برضو مجموعة مش سهله يا باشمهندس ومش صعبه ومش صعب، لا يعني في مجموعات اصعب يعني لكن هي في الاخر ايه السهل وصعب مرتبط بيك انت بحالتك. طيب كابتن زكي عبد الفتاح اشار لنقطه الحضور الجماهيري المنتظر لجماهير الاهلي في امريكا، الى اي حد الاهلي هيلاقي جمهور هناك، اسعار التذاكر ايه ونظامها هيبقى ماشي ازاي. معنا من ميامي مجددا الصديق العزيز ماجد مسعود مؤسس رابطة عشاق ومحب الأهلي في الولايات المتحدة وكندا. أستاذ ماجد مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير أستاذ إبراهيم، مساء الخير باشمهندس عدلي، سعيد بلقاء ليكم في مناسبة حقيقة عظيمة العظمة فيها إن الأهلي موجود فيها إن شاء الله. يعني أول مرة فريق مصري أو عربي حتى يروح أمريكا، وأنا عارف إن أنا يعني أنا مشيت المشاوير دي بين كندا وأمريكا هي فركة كعب، فأعتقد إن هيبقى في تنسيق قوي جدا بين الجاليات المصرية في كندا وأمريكا، وهل هتبتدوا من دلوقتي تستعدوا لاستقبال هذا الحدث؟ مش مهندس عدلي، هو في كلمه بحب اقولها، الاهلي دائما يصنع الحدث. الحدث ان شاء الله جاي عندنا، انا بالفعل كنت اتصالاتي بقالك 3 شهور بترتب لليله دي يا استاذ ماجد. انا بقالي فعلا 3 شهور، ده عباره عن حلم، والاهلي دايما عودنا على الواقع. فانا واقعي دلوقتي الاهلي في ميامي، اهلا الاهلي في ميامي. أنا تواصلت مع أحد أصدقائي هو في أورلاندو، هننسق مع بعض إزاي الجماهير تروح ميامي، إزاي تقعد، إن شاء الله إن شاء الله الأهلي هيكون في قلب التتش إن شاء الله. الأهلي ده حاجة غالية قوي في حياتنا هنا، إحنا جينا هنا بس ما ننساش لا مصر ولا الأهلي. بقول لك يا أستاذ ماجد، هاخدك بعيد عن الكورة ثانية كده، كان في ناس كتير عايزة تعمل فروع للنادي الأهلي في امريكا وكندا، المشروع ده مدى نجاحه ايه لو تم؟ يعني المشروع ده
اي امر مرتبط باسم النادي الاهلي فهو امر ناجح مليون الميه، لان الاهلي ترند في اي مكان كان بامانه. يعني الحمد لله هنا المصريين متشوقين جدا لرؤيه الاهلي ورؤيه الكابتن محمود الخطيب ورؤيه كولر ورؤيه الجهاز الفني. الحقيقه احنا كلنا متشوقين لان الاهلي البصمه الوحيده في الغربه في الحقيقه. انت حضرت القرعة في ميامي يا استاذ ماجد مش كده؟ للاسف انا ظروف العمل ما يعني ما تحتليش الفرصه، بس انا كنت على اتصال على طول. وانا الحقيقه من امبارح توقعت لاحد الاصدقاء هو في كاليفورنيا اللي هو مينا، قلت له الاهلي هيلعب ماتش الافتتاح. ده مينا اللي وحد القطرين، مينا اللي وحد القطرين عندكم مش كده؟ بالظبط قلت له الاهلي هيلعب ماتش الافتتاح مع انتر ميامي في الهارد روك. قال انت جبتها من الكنترول، قلت له انا اتوقعها لان ماتش الافتتاح ده كل عيون العالم عليه. احنا يا جماعه في حدث ما بيحصلش غير اربع سنين، احسن 32 فرقه على مستوى العالم. نحن نادي ليس اقوال، احنا نادي بطولات، نادي افعال، وما بتفتش حوالينا. الاهلي دايما بعيد خالص عن الاخرين والحمد لله. هارد روك الاستاد سعته 75,000 مش كده؟ بالظبط كده. هارد روك ده الاستاد بتاع كمان انتر ميامي بتاع ميسي ورفاقه، ولكن احنا قادرين اللي احنا ان شاء الله برجالتنا اللي احنا نعدي لابعد مدى. اعتقد المجموعه متوازنه فيها وعليها طبعا بالميراس البرازيلي اللي كنت محترمه، ولكن الان في مستوى ثاني برضه بيمثل الكره البرتغالي، والكره البرتغالي الكره عاليه. انتر ميامي عنده مشاكل كثيره في خط الظهر والحارس المرمى من طبيعتي هنا، فاعتقد واتمنى ان المجموعه تخدمنا اكثر واكثر ان شاء الله. واحنا كجمهور نوعد اللي احنا هنبقى واجهه مشرقه ان شاء الله لمصر والمصريين هنا ان شاء الله ان شاء الله. ماتشات الاهلي الثلاثه كلها في ميامي مش كده؟ مش هيتحرك. انا لسه حضرتك هعمل السيرش بقى عليها، مجرد ما يكون عندي المعلومه الدقيقه والكامله هبتدي انزل في المواضيع دي. مجرد ما اخلص شغلي هبتدي اعمل شغل زي ما حضرتك حالك. طبعا الحمد لله لازم اجيب معلومه دقيقه علشان تبقى فيها منطقيه وفيها مهنيه زي اللي اتعلمنا من حضرتك ومن الباشمهندس عبد الرحيم. طيب التذاكر المفروض هيبدا طرحها بدري شويه مش كده؟ بالظبط. انا الحقيقه عامل سبسكرايب مع الموقع الفيفا، اي معلومات بتنزل بتجيلي نوتيفيكيشن. مجرد ما هينزل موضوع التذاكر ده انا ان شاء الله هحط الرابط او اللينك لكل الناس ازاي تبتدي تحجز، لان احنا عايزين نبقى هناك كده يعني. ولا استاد القاهره هتمنى لها طبعا من قلبي، احنا بقدر الامكان هنحاول نجمع اكبر قدر ممكن هو حد وعشاء الاهلي في الوطن المتحدة الامريكيه وكندا عشان نكون داعم ومساند للاهلي ان شاء الله. أنا شفت جهود كتيرة منك لمحاولة توحيد كل الروابط الأهلوية في أمريكا بحيث تتوحدوا كلكم في رابطة واحدة يلاقي الأهلي دعم كبير له، هل ده تم فعلا؟ هيحصل إن شاء الله وبيحصل. أنا على طول في مكالمات ومع مينا ومع غير مينا، في ناس في سياتل وفي ناس في لويزيانا وفي نيويورك. إحنا مجموعة إن شاء الله هتكون مجموعة يعني في ظهر الأهلي إن شاء الله. ان شاء الله هتبقى طبعا متابعه اخبار انتر ميامي وميسي الفتره اللي جايه كل العين عليها. يعني الدوري الامريكي شغال طبعا، الدوري الامريكي شغال على حضرتك، بس انا بقول لحضرتك من دلوقتي لا خوف من انتر ميامي. انا كشخص الدوري هنا مش على المستوى اللي احنا عارفينه، هو مجرد بس علشان ميسي وسمعته العالميه، ولكن الاهلي قادر ان شاء الله لماتش الافتتاح. مش هقول يفجر مفاجاه، ان الاهلي ان شاء الله يعدي ماتش الافتتاح ويحصل على ثلاث نقط، ان الاهلي كمستوى على مستوى الافراد والجماعيه بصرف النظر عن ميسي او غيره الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله بتوفيق ربنا وبدعمكم ومساندتكم، لانه اعتقد حضوركم مع الاهلي في البطوله مهم جدا يا استاذ ماجد. ان شاء الله احنا الاهلي امانه عندكم بقى نكون. طبعا احنا بنوعد جماهير الاهلي في كل مكان اللي احنا هنكون في ظهر الاهلي وسند وداعم ليه. واشكر حضرتك واشكر باشمهندس عدلي على المداخله الجميله دي،
واتمنى من قلبي اللي انا كمان اشوفكم هنا ونرحب بيكم ونرحب بعضو مجلس الاداره، ولو في جماهير جايه من مصر على دماغنا من فوق ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ ماجد اشكرك شكرا جزيلا، وانا عارف ان احنا اجهدناك طوال اليوم النهارده، ولكن اعتقد كله من اجل الاهلي هون. اي حاجه الاهلي يطلبها انا شخصيا تحت امره، لان الاهلي ده حضرتك كان الغرفه الوحيده في الغربه. شكرا جزيلا للصديق العزيز ماجد مسعود، مؤسس رابطة محب وعشاق الأهلي في الولايات المتحدة وكندا، وأعتقد دي الرابطة اللي عليها دور مهم جدا، والحضور الجماهيري في البطولة مؤثر يا باشمهندس. يا أستاذ إبراهيم أنت مش مدرك يعني إيه تبقى مغترب ويجيلك فرصة من خلال نادي كبير زي النادي الأهلي تتذكر كل الذكريات الحلوة هنا في مصر. أيوه. لا بيبقى حدث كبير قوي قوي الناس بتعيشه بمنتهى بجوارحها يعني. أي. يعني لما الكابتن زكي قال لك التذكره ب 30 دولار، دي بقت ب 400. لا قال لك هتوصل 2000 و3000. انا شفت اللحظه دي في دوره مونتريال. يعني التذاكر كل ما تخش على ميعاد الدوره جنون بقى. عارف لما اتقال ان الكابتن خطيب هيروح يحضر القرعه، في ناس كلموني عن طريق ماجد مسعود عايزين يسافروا مسافات طويله جدا على ميامي عشان يحضروا القرعه، لا يسلموا عشان عليك. يسلموا على كابتن الخطيب. يعني اعتقد قيمه الاهلي عندهم كبيره جدا، وقيمه رموزه ورئيسه، ويلاقي الاهلي في ظهره باذن الله تعالى الالاف من جماهيره، لانه فعلا الحضور الجماهيري في بطوله زي كده مؤثر جدا جدا. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل تفاصيل اخرى في التاريخ يكتب في ميامي. اهلا بحضراتكم من جديد، والتاريخ يكتب في ميامي. دي ليله الاهلي، دي ليله الاهلي بجد، لانه ان انت تكون في مقدمه قرعه كاس العالم. على فكره لما بيستعرضوا القارات المشاركه كانت افريقيا هي رقم واحد ابجديا، ولما حطوا ابطال افريقيا كان ابجديا الاهلي رقم واحد. فاول اسم ظهر في القرعه في البدايه هو النادي الاهلي. الكلام على استاد هارد روك، هارد روك هو الاستاد الخاص لميامي نفسه، يعني انت رايح تلعب ميسي في بيته في مدينه ميامي جاردنز في ولايه فلوريدا. الاستاد ده اتاسس مش قديم، ده في سنه 87، ساعته 75,540 متفرج. لعب في اكبر او استضاف اكبر حدث رياضي في كره القدم، كان نهائي بطوله كوبا امريكا السنه دي، وكانت بين الارجنتين ومنتخب كولومبيا يوم 14/7 اللي فات، وانتهت بفوز الارجنتين. يعني ميسي تالق على نفس الملعب بهدف من امضاء لوتارو مارتينيز في الدقيقه 112 بعد الوقت الاصلي. قبل كده كان بيطلق على الملعب ده اسمه جو روبي، قبل ما يتحول الى سان لايف بعدما وقع فريق ميامي دولفس، وقع عقد لمده 5 سنين نسبه الى فريق جامعه ميامي اللي بتقع فيها المدينه. أصبح ملعب هارد روك مكانا لبطولة ميامي المفتوحة للتنس من سنة 2019. من 2022 أضيفت ليه كمان حلبة للفورمولا 1، حيث تضيف أولى مباريات كأس العالم الأهلي وإنتر ميامي. ده الملعب ده كمان بالإضافة لمباراة الافتتاح هيستضيف 6 مباريات أخرى، أو هو هيستضيف 6 مباريات لكأس 7 مباريات لكأس العالم 2026 بقى إن شاء الله، اللي هتستضيفها الولايات المتحدة بالمشاركة مع كندا والمكسيك. طيب ده كل حاجة عن إنتر ميامي ونجمه ميسي وإمكاناته. بورتو البرتغالي بقى المنافس الأوروبي للأهلي. ده نادي قديم تأسس يا باشمهندس 1893، فاز بالدوري 30 مرة، بالكأس 20 مرة، خد دوري ابطال اوروبا مرتين، وخد الدوري الاوروبي مرتين، وبالسوبر الاوروبي مره، وفاز بالانتر كونتيننتال كمان مرتين. اذا ده نادي عريق ونادي بطل، نادي في منتهى في منتهى الخطوره يعني. صحيح، عشان بس تاخدوا بالكم انه القرعه مش سهله، بل ميراث البرازيلي تاسس 1914، فاز بالدوري 12 مره وبكاس ليبرتادورس 3 مرات،
وانتر ميامي قلت لكم تاسس 2018 وخد بطوله. انا عايز اتوقف عند بالميراس. احنا بالميراس لعبناه مرتين في 2020 و2021 كسبنا مره كسبنا مره. لكن تاني مره لو تذكر راحوا احتلوا ايوه الملعب لدرجه موسيماني قال لك وير ماي بيبول. ايوه بيقول لك لما رحنا لقينا الملعب كله فين فين الناس البرازيليين. كانت اول يعني شوك. ف ما بالك بقى بامريكا اللي مليانه جاليات من امريكا اللاتينيه. صحيح. تحديدا من البرازيل. طيب توقيت البطوله يا جماعه عامل مشكله في القيد، انك تلعب البطوله في منتصف شهر 6. اولا هيبقى القيد الطبيعي لسه ما فتحش، وعقود لعيبه بتنتهي، فمأزق قانوني الفيفا وضع له بعض التسهيلات او بعض التسهيلات للخروج من هذا المأزق. ازاي الامور هتمشي عشان الاهلي يتدارك ده؟ والمطلوب من الاتحاد المصري مع الاهلي ايه؟ معنا على الهاتف الصديق المهندس عامر العميره، واحد من خبراء اللوائح والتشريعات الرياضيه. يا باشمهندس مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير، ازيك يا استاذ ابراهيم عامل ايه؟ الله يخليك يا باشمهندس عدلي. ازيك يا عامر؟ الحمد لله. تعالى بقى قول لنا بقى ايه؟ فصص لنا النظام وعشان نبقى على درايه بس باللي هيحصل يعني. احنا مبدئيا يا باشمهندس الموسم عندنا ينتهي 30/6. تمام؟ ده بالدوري، حتى في الدوري الاستثنائي ده؟ ما هو لا، هو مكتوب على السيستم اللي هينتهي 30/6، انت ما تقدرش تفتح القيد بس غير بعد انتهاء اللوائح. في السعوديه عندها نفس المشكله، بس الاتحاد الدولي عمل فتره 10 ايام من 1/6 ل 10/6 قبل بدايه البطوله ان انت تقدر تأيد لعيبه في الفتره دي، وقال الاتحادات انت ممكن تفتح قبل ما الموسم عندك ينتهي فتره ال 10 ايام دي لكافه الانديه. مين استفاد بالاستثناء ده وطبقوه؟ الاتحاد السعودي اعلن بالامس اللي فتح فتره استثنائيه لكافه الانديه عنده مده ال 10 ايام عشان الهلال. عشان الهلال، عشان الهلال طبعا. فاتمنى الاتحاد المصري ياخد نفس الخطوه. طيب هو مبدئيا فتح لكل الانديه مش الهلال بس. هو في البيان بتاعه لكافه الانديه عشان ما يبقاش مميز حد عن حد، يعني لو انديه ثانيه عاوزه في الفتره دي تعمل تعاقدات اللي ممكن الهلال في الفتره دي اروح لنادي مثلا زي الاهلي اقول له عل لي لعيب كذا، او للاتحاد او النصر، والانديه دي ممكن تبقى عاوزه لعيبه مني اعراض فاديها لها في الفتره دي، ممكن اخد اعراض. ايوه. فالفتره دي اتمنى الاتحاد المصري يطبق التعديل ده عندنا ويفتح ل 10 ايام. زائد في جزئيه ثانيه عندك ممكن تستفيد منها. هو مبدئيا يا عامر الفيفا خلاها اختياري، يعني كل اتحاد عليه انه ياخد القرار. ياخد القرار وفقا للظروف عنده، عشان في اتحادات احنا مثلا الموسم عندنا هيبقى انتهى، اللي انت الرابطه اعلنت ان الدوري هينتهي 30/5، فمش هيحصل حاجه لو فتح لك تروح تكسب، بس في اتحادات الدوري عندها زي في امريكا او في غيرها ابتدى في فبراير، فلسه هيبقى بادئ، فهيعمل له استثناء قبل نهايه الموسم، فهو سايبها للاتحادات اللي ممكن في الفتره دي تصادف منتصف الموسم عندك، اللي هي امريكا الجنوبيه هيبقى في منتصف الموسم مثلا. ايوه. فانت كده ممكن تبقى فاتح لمنتصف الموسم، فمش محتاج ال 10 ايام. ايوه. هو عاملها للاتحادات اللي هي ما عندهاش فتره قريبه تقدر تحسن في اللائحه بتاعتها. طيب. اللي انا ادخل لاعبين، اخرج لاعبين. اذا المطلوب فتح الباب استثناء من 1/10/6، تمام. تمام، استنادا للائحه البطوله ولائحه اوضاع اللاعبين، حتى الاتحاد السعودي في بيانه ذكر استنادا للائحه كاس العالم، تم فتح القيد من 1/10/6 لكافه الانديه السعوديه. ولازم يعلن عن ده بدري طبعا. مفروض عشان يبتدي عندك اداره في الاهلي تبتدي تنسى على الاقل، لو انا مش هجيب لعيبه محترفين ممكن اجيب اعارات من الدوري المصري. ايوه. لعيبه انا ادعم بيها انديه الموسم بيخلص، اروح مثلا لسموحه. طيب. لزيت اروح امريكا بكام لاعب؟ مبدئيا ما تقلش عن 26، والحد الاقصى ليك تسجل لغايه 35 لاعب من ضمنهم ثلاث حراس. لغايه 35 لاعب.
تمام القايمه بتاعتك. طيب ربنا كرم وعديت دور المجموعات وهتلعب في دور ال 16. في جول تاني اتعمل لك للبطوله نفسها استثناء اللي هو من 27/6 ل 3/7. الاتحاد الدولي عمل ده ليه؟ عمل عشان في انديه زي الاهلي ومانشستر سيتي في لعيبه انت جايبها عاره او هينتهي عقدها 30/6. فانت مثلا لاعب زي يحيى عطيه الله 30/6، يوسف ايمن انديتها مثلا ما وافقتش بحالة، فقال لك اللعيبه اللي انتهت عقودها تقدر تستبدلها في الفتره من 27 ل 3/7 لحد اقصى 6 لاعبين. يعني عندك 3 لاعبين 4 عقودهم انتهوا يقدروا يلعبوا معاك لغايه اخر يوم في عقدهم اللي هو يوم 30، ومعاك انت فتره من 27 ل 3/7 تقدر تستبدلهم بلاعيبه اخرى. زائد ده بيعالج مشكله انتهاء العقود في الفتره دي. عشان الحته دي هيبقى فيها فجوه، انا جاي في شهر 6 العقود بتنتهي في اوروبا. ومانشستر سيتي عنده لاعب زي دي بروينا 30/6 عقده هيخلص. فممكن يجي خلاص انا معيش عقدي مش هكمل معاك. طب انا خسرته كنادي، خسرت داخل ب 35 عند 4 لعيبه عقودها خلصت، انا اتضريت في انديه ثانيه بتلعب بال 35 ومحافظه على قوامها، وانا كنادي اتضريت. فمديلك بديل اللي انت تغير، زائد مديلك تقدر تدين اثنين دون حد ال 35، انت بادئ ب 35 تقدر ناس عقودها خلصت لو سته تستبدلهم، وتضيف اثنين جداد عن ال 35 ليك لاعبين، بس اهم حاجه يكونوا كانوا مسجلين معاك حتى ايه قبل بدء البطوله في اللائحه المحليه. يعني عندك لعيبه كنت تقدر تشتريها وما لحقتش تسجلها. في بقى ميزه ثانيه بس دي ايه باذن الله ما تحصلش الان وما نحتاجهاش، لا قدر الله في اي وقت لو انصاب حارس من الثلاثه الاساسيين حتى لو قبل المباراه النهائيه تستطيع تستبدله حتى لو ما كانش في قائمه كاس العالم المبدئيه، بس يكون على قائمه النادي. تبعت تجيبه بقى. تبعت تجيبه. لو هو مش في المبدئيه تقدر تجيبه باذن الله الاهلي ما يحتاجهاش، بس دي اعملها للحراس اللي ايه ما يخلكش تلعب البطوله ناقص ثلاثه. زائد في حاجه ثانيه بقى استثناء هائل، كان في اللوائح بتقول لك انت تقدر اللاعب ينتقل لثلاث انديه بس ما يقدرش يلعب غير ناديين في موسم واحد. وهذكر مثال كده توضيحي، مثلا لاعب زي تريزيجيه لعب مع ترابزون بدايه الموسم، تم عرضه للريان كده لعب بناديين، فما ينفعش في نفس الموسم يلعب لنادي ثالث. لا، لائحه كاس العالم بتقول لك ان الفتره بتاعت مباراه كاس العالم مستثنى من دي، يعني ينفع لاعب لناديين في الموسم يجي يلعب معاك فتره كاس العالم. دي كلها لمواجهه ظروف توقيت البطوله. ظروف توقيت البطوله. زائد في ماده ثانيه في اللائحه اللي انت تقدر تستضيف اقل مده للاعاره 6 شهور. اللي انا ممكن استعين لاعب 6 شهور ويلعب معايا من بدايه شهر 6 وما يكملش معايا بعد ما اخلص البطوله مثلا شهر 7 ولا 8 يمشي وما يكملش الاعاره ويرجع لناديه ويقيم. في فقره اتعدلت في لائحه اوضاع اللاعبين ماده 10 بتقول لك ان اللاعب اللي يتم فسخ عقده بقى بالتراجع في الاعاره او من طرف واحد لازم النادي السابق يدمجه ثاني في ايه؟ في لائحته. فانت ممكن يعني يلعب البطوله بس وخلاص. وبعديها لو حصل حاجه بس انت النادي بقى لو الشافع يقدر ياخد قيمه الصفقه في 6 اشهر، يعني ايه؟ ياخد بقى المطالب الماليه، انت خدته 6 اشهر لعبته 3 رجع هينضم ليا، بس انت هتدفع بقى ايه؟ بقيت الثلاث شهور التانيين. تمام. باذن الله لو تعرض هنلاعب اول او ثاني المجموعه الثانيه اللي هي فيها باريس سان جيرمان. اول او ثاني المجموعه الثانيه. يعني لو صعدنا ربنا كرم ان شاء الله وكان كريم معانا اول مجموعه نلعب ثاني الثانيه، لو صعدنا ثاني نلعب اول الثانيه. تمام. كان في كلام تناثر كده حوالين جوائز البطوله، ده كلام مش رسمي حتى الان مش كده؟ لا مش رسمي، بس بص في مواقع كبيره كانت بتقول تقريبا يا استاذ ابراهيم هتبقى زي جوائز كاس العالم قطر. اللي هي جوائز كبيره بس مش مبالغ فيها، يعني في قطر مثلا ثالث ورابع المجموعه بياخد 9 مليون دولار. اللي بيطلع من دور ال 16 بياخد 13. اللي بيطلع من دور الثمانيه 17.
كده، هي دي الجوائز. البطل بياخد 42، بس الجوائز اللي بتتقال اتمنى تكون صحيحه طبعا، اللي كل نادي ياخد 50 مليون دولار. هو كابتن زكي عبد الفتاح كان بيتكلم يا عامر ان هم عندهم تسويق عالي جدا للبطوله. ما نتمنى كده يا استاذ ابراهيم، بس ايه الارقام كبيره تخد يعني. ما شاء الله لو انا داخل المشاركه وهاخد 50 مليون دولار يعني ربع مليار، ده انت تشتري دايروت كلها، دايروت والقصيد. طيب يا بلديات، عموما موفق دايما يا باشمهندس. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا باشمهندس عامر العميره، خبير اللوائح والتشريعات الرياضيه، واعتقد كلها استثناءات يا باشمهندس خاصه بالبطوله. هيكون مجلس اداره جديد لاتحاد الكوره ابتداء من يوم الثلاث، يوم الثلاث انعقاد الجمعيه العموميه للاتحاد. هتزكي المهندس هاني ابو ريده وقائمته لرئاسه اتحاد الكوره وادارته لاربع سنوات قادمه. اعتقد واحده من المهام الاوليه اللي هتكون عند المهندس هاني ابو ريده والمجلس تلبيه رغبه النادي الاهلي وفقا لقرار الاتحاد الدولي، زي ما عمل الاتحاد السعودي امبارح بيعلن بشكل رسمي من دلوقتي انه من 1 لغايه 10/6 فتح باب القيد الاستثنائي لانديه المملكه كلها. ده للهلال استجابه لقرار الفيفا. فيفا عمل ده يا باشمهندس وقال لك ده اختياري، لكن انت محتاج قرار من دلوقتي تبني عليه تدعيماتك. هو بس التدعيمات دي هتلعب محلي ولا طبعا تقدر تسجلها من الموسم الجديد لو عايز، وتقدر تكتفي زي ما عامر قال لك باعارتها خلال البطوله فقط. هو بس فتح لك صفقاتك بدري. اما نشوف اتحادنا طبعا دايما بيبقى عنده رؤيه. نتمنى مرة نمشي على خطى الاتحاد الدولي مرة. هو هاني أبو ريدة زار النادي الأهلي النهاردة والتقى بالكابتن الخطيب عشان يطمئن عليه بعد ظروفه المرضية، وكان في وجود الكابتن حسن حمدي. يمكن دي الزيارة. طيب يعني كابتن حسن حمدي أهو كمان. والكابتن حسن جه حضر معاهم، وجه المهندس هاني يطمئن على الكابتن الخطيب، وكان الحوار حوالين اوضاع الكوره وظروفها وهو خطته اللي ناويه ينفذها، لان الحقيقه عليه مسؤوليه كبيره. الوضع ما ينفعش يتسكت عليه. ما احنا قلنا بقى ان اخر فرصه للمهندس هاني ابو ريده والكره المصريه. يعني مش واحنا عايزين واحد للكره المصريه افضل من الخبرات ده ازاي؟ بس يكون عايز يجي فعلا يعني يغير لصالح الكره المصريه. يعني اراده تنظيم الكره المصريه تبقى متوفره. ملوش دعوه باي حاجه بقى، ولا ضغوط ولا مشاكل، ولا يتم بقى الجرجره في اوضاع ضيقه تخلينا ناخد قرارات تملي تفصيل للحظه. عايزين خطط تتسق مع تعليمات الاتحاد الدولي. خاصة ان الاتحاد الدولي هو اللي مديك القرار، بس سابق مش بتكلم على دي يا استاذ ابراهيم بس. بتكلم بشكل عام. ايوه. انت مع عيب ان نقعد نتكلم على حاجات ما بتتنفذش بقالنا 15 سنة نتمنى، لانه كمان اعتقد هاني ابو ريده وقائمته حازوا على ثقه الجمعيه العموميه في عدم تقدم احد للترشيح. لكن كون ان قائمه واحده تنجح مكتمله بالتزكيه ده اعتقد كمان يزيد المسؤوليه اللي عليهم، واوضاع الكوره ما اعتقدش مرضيه ابدا باي حال، سواء في المسابقات او في المنتخبات او في الحكام، واديكم شايفين مشاكلهم. حياه كافه عناصر اللعبه محتاجه انس في حمامك القديم. في جوهانسبرج كريم احمد معاه حسين الشحات نجم الاهلي، نشوف انطباعاته قبل مباراه اورلاندو. زي ما قلنا الحقيقه
الاجواء خاصه واجواء فيها تركيز جدا للمباراه طبعا اورلاندو، لكن زي ما قلنا حدث عالمي لابد ان احنا نتكلم مع نجوم النادي الاهلي اللي اكيد هتشرف النادي الاهلي، وده ثقتنا الكبيره جدا فيهم. واحد من اهم نجوم الحقيقه النادي الاهلي الكابتن حسين الشحات اللي هناخد انطباعه عن المجموعه وعن كاس العالم، امور عديده جدا يا كابتن حسين. موفقين يا رب ان شاء الله سواء في البطوله الافريقيه وفي كاس العالم للانديه، يا رب ان شاء الله يكون مناصبكم باذن الله. انت قلت كل حاجه، انت قلت كل حاجه. احنا بنلعب طبعا يعني بطوله كبيره، بطوله عالميه الناس كلها شايفاها، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كبيره فيها، ان شاء الله نقدر نسعد جمهورنا، فدي حاجه كبيره. فان شاء الله اتمنى التوفيق ان شاء الله. وطبعا لسه بدري طبعا، بس يعني حدث يعني تاريخي، يعني اول بطوله كاس عالم تبقى كبيره كده ومجمعه، فدي الاهلي بيبقى فيها، فدي حاجه تاريخيا جدا طبعا في تاريخ الاهلي والجمهور الاهلي، فدي حاجه كبيره. فان شاء الله اتمنى التوفيق باذن الله. النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، مش هتفرق معاه هيواجه مين. والحقيقه يمكن كنت شايفكم بتتفرجوا طبعا على القرعه، لكن الانطباع ايه بعد ما القرعه اكتملت، بعد ما الفرق خلاص الامور انتهت بالنسبه لكم، انتوا انطباعكم ايه يا حسين على القرعه دي بالنسبه لك انت كمان؟ والله يعني طبعاً اللي انت رايح حدث كبير، هو طبعا مش دلوقتي، احنا مركزين طبعا في الماتشات اللي جايه وكل حاجه، بس ده حدث كبير. فيعني ان شاء الله اتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سواء اللعيبه اللي هتبقى موجوده او اللعيبه اللي هتيجي او الله، لان الله اعلم مين هيبقى موجود، الله اعلم مين هيلعب لسه طبعا، يعني ربنا يبعد الاصابات عن الناس كلها، دي اهم حاجه يا رب. اتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكون احنا موفقين، وان احنا نبقى في اعلى درجات التركيز زي ما بنقول، وان احنا موفقين زي ما قلتها، وان شاء الله نعمل حاجه كبيره، وان شاء الله نسعد جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر، واحنا بنلعب باسم مصر طبعا، فالنادي الاهلي كبير وجمهور النادي الاهلي كبير جدا، فان شاء الله انا عارف اللي هو هيبقى معانا، وعارف اللي هو هيبقى موجود في كل مكان، فان شاء الله اتمنى التوفيق باذن الله ان شاء الله ساعتها. يمكن مقوله مهمه جدا، المجد المتكرر ما بتشوفوش غير في النادي الاهلي، وده امر عظيم بالتاكيد طبعاً. وعلى المستوى الشخصي كابتن حسين، شعورك انت وانت بتشارك في كاس العالم للانديه كابتن حسين الشحات، شعوره ايه؟ لا طبعا والله دي حاجه كبيره جدا، حاجه كبيره جدا جدا، يعني انت بتبقى مبسوط اصلا وانت بتمثل النادي الاهلي في بطوله كبيره زي كده، وانت الناس كلها شايفاك، العالم كله شايفك، الناس كلها بتتفرج على بطوله كبيره مجمعه من يعني ما كانت صغيره سبعة ابطال، دي كانت حاجه كبيره جدا. ما بالك دلوقتي انت 32 فريق بطل، مش 32 فريق، انت 32 بطل هيلعبوا في كاس العالم انديه، فدي حاجه كبيره جدا جدا. فانا كحسين يعني شعوري ما توصفش، يعني انا لما بكون موجود في البطوله زي ديت ببقى مبسوط جدا جدا جدا. فان شاء الله تكمل على خير، وان شاء الله نكمل بس اللي احنا فيه الاول، وبعد كده ساعتها بقى ان شاء الله نبقى حاجه ان شاء الله كبيره باذن الله، ونعمل حاجه كبيره ان شاء الله. سجل مع رامي بقول له ميسي وياسر هتعملوا ايه وكده، فقال لي لا ده احنا الفرقه كلها عايزه تذاكر. الحقيقه ميسي حاجه رائعه جدا، بتشوف الامر ده ازاي يا كابتن حسين؟ والله طبعا انت بتتكلم على افضل لاعب في التاريخ، يعني هو وكريستيانو رونالدو لحد 15 سنه مثلا بينافسوا بعض على احسن لاعب في العالم، فدي انت بتتكلم على حاجه كبيره، على حدث كبير جدا جدا جدا. وان انت كمان النادي الاهلي، يعني بص برضو يعني عشان تعرف، بص يعني ربنا كبير طبعا، وان انت برضو حاجه كبيره ان الاهلي يلعب طبعاً افتتاح البطوله كاس العالم للانديه، فدي حاجه كبيره جدا مع انتر ميامي، مع كاس العالم، مع ميسي، مع النجوم الموجوده كلها، فدي حاجه كبيره جدا توريك قد ايه النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي كبير، جمهور النادي الاهلي كبير، فدي حاجه كبيره جدا طبعا. يعني انا مش عايز اتكلم عشان دي سابق اوانه زي ما بيقولوا، فدي حاجه كبيره جدا. بس طبعا يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، يعني اتمنى ان احنا نكون كويسين، واتمنى ان احنا نعمل حاجه كبيره تليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله حبيبي، شكرا حبيبي، كل الشكر والتقدير والتحيه لحسين الشحات، واحد من اهم نجوم النادي الاهلي الحقيقه. حلم كبير جدا للجميع، بطوله عالميه، الكل بيحاول ان هو بالتاكيد يكون متواجد. يمكن حسين قال كلام مهم جدا، قال مين هيكون متواجد، مش هيكون متواجد خلال الفتره القادمه. هي دي عقليه لعيبه النادي الاهلي لكل حدث حديث، عندنا لسه مراحل كتيره جدا خلال المرحله القادمه، لكن حدث عالمي مهم جدا ان احنا كنا نسمع، وجمهور النادي الاهلي يسمع كل لعيبه النادي الاهلي طموحاتهم ايه، رغبتهم ايه، عايزين يحققوا ايه. ان شاء الله باذن الله زي ما قلنا عندنا خطوه اولى مهمه جدا، وهي مباراه اورلاندو بمشيئه الله ان شاء الله يوم السبت، تكون فرحه ويكون نتيجه ايجابيه لفريق النادي الاهلي. وكاس العالم للانديه لسه بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله يكون في استعدادات، يكون في تدعيمات، يكون في امور عديده جدا. يا رب النادي الاهلي كعادته يكون بطل القاره، وكعادته ان شاء الله باذن الله يكون بطل افريقيا. الكلام اللي بيقوله كابتن حسين ده مهم جدا، وبيعكس الفهم الحقيقي للتحدي والحدث. يعني كابتن حسين الشحات لعب في كاس العالم للأندية وخد مركز تاني وتالت ورابع، يعني مع العين خد تاني، ومع الاهلي خد تالت ورابع اكثر من مره تالت. فهو ده طعم الحدث العالمي. المره دي الموضوع اكبر، فمؤكد يعني اتمنى يا حسين، كابتن حسين، انكم تاخدوا دوافع من الحدث نفسه، ازاي كل واحد فيكم عايز يبان في افضل صوره من خلال الفريق، من خلال الفريق، ودي نقطه مهمه جدا.
وده يقتضي بقى ان احنا يعني ما حدش جرجرنا الكلام الفارغ اللي عمال يحصل اليومين دول. انتوا بتكتبوا تاريخ وبتعيشوا تاريخ مطلوب تكونوا على قدره باذن الله. الحقيقه اشاره المهندس عدلي على انجازات حسين او انجازات الاهلي كمان انه خد ثالث وخد رابع في كاس العالم للانديه في شكلها القديم اللي الفيفا قرر انه يغيره ابتداء من النسخه الحاليه، بيلفت نظري كلام الكابتن احمد حسن الصقر في بدايه الاستوديو الخاص بمتابعه الحدث بتاع القرعه. كان مع محمد المحمودي في اون تايم سبورتس ومعاهم الدكتور طارق الادور والكابتن احمد حسام ميدو. حقيقه كابتن احمد حسن مصمم على ان البطوله بنظامها القديم كانت شرفيه. والدكتور طارق الراجل كراجل معلوماتي يقول له شرفيه ازاي؟ البطوله رسميه الفيفا ادالها ارقام، خدت نقاط، الفرق اللي فازت بيها خدت نقاط في التصنيف وبطوله رسميه. يقول له لا هي شرفيه، ومصمم احمد حسن قفش في كلمه شرفيه، فابتدوا كلمه شرفيه على انها بطوله وديه. هنا بس لضبط المفاهيم، لانه الكلام لما بيطلع من واحد عميد لعيب العالم يحتاج مراجعه شويه في المعنى نفسه. شرفيه بتطلق على حاجه ما هياش رسميه، حاجه شرفيه، انما دي بطوله يا كابتن. الاهلي لما خد فيها مركز خد نقاط في التصنيف العالمي. ريال مدريد لما فاز بيها او ليفربول او غيره من الانديه اللي فازت بيها بتاخد نقاط في التصنيف. فكره انك انت البطوله كانت كده، يقول احمد يقول له لا ما هو ما فيش حاجه اسمها فريق يجي يلعب مباراه واحده وياخد الكاس ويمشي، هو كده شرفيه. دي النقطه. فالدكتور طارق الادور بعد اذنك قال له مبدئيا بطل اوروبا ما كانش بيلعب ماتش واحد، كان بيلعب سيمي فاينل وفاينل، واخد بالك؟ لا حتى لو ماتش واحد. اه انا فكره ان كل واحد عايز يفصل نظام عشان يعترف بيه. هنا النقطه. ايوه انت دلوقتي هو النهارده طب البطوله اللي جايه دي شرفيه في وجهه نظره؟ لا قال لك خلاص بقت رسميه. لحظه واحده. ليها قاعده استثنائيه ولا لا؟ مش هيفتح لها باب قيد اهو. هيتعامل معاها بشكل استثنائي. فمحدش يتكلم في حته ان اصل المفروض يحصل. المفروض يحصل مش احنا اللي بنقوله، الاتحاد الدولي اللي بيقوله. بطوله تحت اشراف الاتحاد الدولي وليها جوائزها وليها ترتيبها وليها توقيتها اللي الصارم اللي ما بيتلعبش فيه. يعني وانت شفت لما الاهلي كان نص فرقته مع منتخب مصر ازاي الاتحاد الدولي تمسك بالميعاد. دي لو بطوله شرفيه وديه كان هيقول لك طب اجلها. لا هو كمان الادعاء بانه شرفيه علشان فريق بيجي يلعب ماتش، هو لما بيلعبش ماتش بيلعب ماتشين كان بطل اوروبا، بس ده ادعى انه اللي بياخد مركز ثالث زي النادي الاهلي لا ده هو كده بذل مجهود اكتر من اللي خد البطوله. ده ادعى انه مركزه يقيم ومشاركته تبقى ليها قيمه كمان. فكره ان انا ده نظام الفيفا حطه، وحتى طارق الادور قال له على فكره الانتر كونتيننتال لما كانت بتتلعب بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه كان معترف بيها مع انها مباراه واحده. فارجوكوا نجومنا السابقين في التصدي لمثل هذه الموضوعات ذات المعلومات، لا مش فكره راي شخصي. الراي الشخصي الفني خلاص كل لاعب بخبراته وقيمته وتفسيراته وتحليلاته، لكن ما يخص النظام الرسمي لبطوله معتمده رسميا فيتفهم منها. يعني احمد حسام ميدو راح قايل له يعني كده الاهلي كمركز ثالث وبرونزيه مش معترف بيها، يقول له لا معترف، يقول له ازاي ما انت بتقول شرفيه، فيوقع نفسه في مطب ما بين الشرفيه والرسميه. هي بطوله رسميه لان ده نظام البطوله، كون النظام يتغير ما فيهاش حاجة اسمها ما كانش فيه عدالة، لا في ميزان نسبي، في ميزان نسبي للبطولات القارية، بدليل أنت النهاردة كأس العالم للأندية في النظام الجديد بتاعها 12 نادي من أوروبا. هل هتقدر تقول لي آخد عدد أندية من أوروبا مساوي لكل أعداد القارات؟ لا، في النهاية الفيفا حط اشتراطات فنية وفقا للمقياس الفني لدوري أبطال كل قارة، وبناء عليها حدد عدد الانديه المسموح بيها في كل قاره. يا ريت بس شويه، لان واضح ان الانجاز الكبير اللي عمله الاهلي بالتاهل للنسخه الاولى
محتاج فعلا من الكل يقدر ويفتح الباب للجميع. ما عجبنيش كلام كمان الزميل المحمودي في البدايه بيسال ميدو هو انت هتشجع الاهلي النهارده؟ قال له لا انا ما بشجعش حد، هو إيه بشجع الزمالك. استاذ ابراهيم مش ولا التفتيش في حته المشاعر مش محله. ثانيا معلوم انه الناس كل حد بيشجع ناديه. اللي موجود في الحدث دلوقتي النادي الاهلي، اللي عايز يشجعه مشكورا، واللي مش عايز يشجعه يا ريت اي حد يتصدى للاعلام ويكلم الناس، بلاش تصدم مشاعر الناس وتعبر عن راي صادم لمشاعرهم، لانه اعتقد ده حتى خارج حدود اللياقه بين الجماهير. ايه الجدوى؟ اصلا ملاحظ ترند كده عمال يتنامى. هو مين زملكاوي ومين اهلاوي من اللعيبه؟ هو مين زملكاوي ومين اهلاوي من الفنانين؟ ايه السؤال ده؟ ايه مجال الفخر والاعتزاز ونعملها كانها شخص كانها مسابقه مين اهلاوي ومين زملكاوي؟ يا اخي كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، ولا يضيف لاي نادي ولا ينتقص من رصيده انتماء افراد، انتماء الافراد مهما كان حجمهم. صحيح صحيح، دي حاجه. الحاجه الثانيه مش احتراف كمان، هتشجع الله هشجع ولا مش هشجع؟ ايه يعني الكلمه دي؟ يعني هل مقصود بيها الاستفزاز ولا يا ريتك تشجع عشان الفرقه تكسب؟ يعني انا هسال سؤال يا عدلي، طب هتشجعني وانا بلعب؟ هتفيدك بايه لو قلت لك لا؟ هضرك؟ هتقول يا نهار اسود، يا خبر ابيض، القيع مش هيشجع الفرقه او ميدو مش هيشجع الفرقه؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ ما هو انت بطبيعه الحال، ودي برضو ليه علاقه بالتحفيل، يعني موضه ان احنا لا مش هشجعك في كاس العالم. اشجعك ليه؟ وحازم امام قال اتمنى لك الخير ليه وانت تكسب بطوله تحفل عليا بيها؟ عشان التحفيل. انت بتقدموا ماده التعصب للجماهير عشان التحفيل يا استاذ ابراهيم. آه. لكن لو الناس طبيعيه وكل واحد يحتفظ بمشاعره بتكسب وتخسر خلصت. احتفظ بمشاعرك. لا ايه الافصاح؟ يعني ايه الضرر انا جيلي ان فلان يشجع الاهلي ولا ما يشجعش؟ لا وبتصدر رساله ايه للجمهور؟ هي كده. الرغي وتليح كلامه بس. ويبقى يعني احنا اللي بنصنع ماده الشغب والتعصب ونلوم على النتيجه للاسف. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم. اهلا بحضراتكم من جديد. والتاريخ يكتب في ميامي. النهارده حضور الاهلي والقرعه بتاعه كاس العالم للانديه والنسخه الاولى يكون الاهلي حاضر فيها وينادى على جوائزه على قيمته على مكانته على القابه ال 27 اعتقد ليها حضور كبير جدا. الحقيقه اذا كنا لومنا ميدو فيما سبق عن رفضه تشجيع الاهلي واعلان ده، وقلت لكم ده في ايذاء لمشاعر المتلقي، وده واحده من اهم رسائل الاعلام المنضبط انه يراعي مشاعر المتلقي. احتفظ بانتمائك واحتفظ بتقديرك واحتفظ بانحيازاتك لنفسك، لكن على الشاشه المجاهره بهذا الانتماء، انا مش هشجع الزمالك، انا مش هشجع الاهلي، صادم للمتلقي، وده اعتقد في اي اعلام منضبط لا يجب ان يكون. والسؤال في حد ذاته تفتيش في النوايا برضه، والمشاعر ده سؤال مش في محله. لكن خلينا نقول ميدو كلاعب محترف عرف يعني ايه قيم تسويقيه، وعرف يعني ايه قيمه البراند، وعرف قيمه حضور نادي بحجم الاهلي في كاس العالم للانديه، ايه المردود المالي والتسويقي اللي ممكن يعود على الاهلي من جراء هذه المشاركه. نشوف. خش على كاس العالم للانديه. توقعاتك ايه؟ وشايف الاهلي بكره القرعه طبعا وبطوله جامده جدا، انت اكيد شفت التصنيفات والفرق. توقعاتك ايه الاهلي في ظل الظروف الحاليه؟ وهل الظروف الحاليه ممكن تكون مؤثره على مستوى الاهلي ولا لسه بعيد ولسه سنه عبال او ست شهور عبال ما الاهلي يشارك في البطوله؟
لا يعني طبعا تواجد الاهلي في البطوله دي مهم جدا. وتواجد الاهلي في البطوله دي المكاسب بتاعته مش مكاسب فنيه فقط، ولكن ليها مكاسب تسويقيه كبيره جدا، مش من خلال العوائد الماديه اللي من خلال المشاركه للبطوله او الحصول على مركز في البطوله، ولكن انتشار البراند بتاع النادي الاهلي عالميا وجلوبالي ده مهم جدا. وده اللي لازم الناس تعرفه، اللي الاهلي اشتغل عليه بقاله سنين. الاهلي عارف كويس جدا من خلال الخبرات الاداريه اللي موجوده جوه النادي على مر سنوات طويله ان التفوق ما بيجيش جوه الملعب بس، في حاجات كتيره لازم تتعمل بره الملعب بتديك التفوق داخل الملعب. منها ونقطة مهمة جدا ان انت ازاي ان انت تكبر البراند بتاعك، تنقله من براند محلي لبراند قوي في الريجن لبراند قوي في العالم كله. والاهلي حصل على مكتسبات كبيرة جدا من خلال مشاركته في النسخ الماضية من كاس العالم للاندية، وقدر ان هو يستغل ده بشكل كويس جدا من الناحية التسويقية، وده لازم ان احنا نعترف بيه بشكل كويس جدا. ولازم النهج ده اللي لازم الأندية الجماهيرية التانية اللي عندها القدرة ان هي توصل للمرحلة دي، وهنا بأعني الزمالك، ان لازم الزمالك يبقى عنده بلان وتخطيط ان انا ازاي اقلب البراند بتاع الزمالك لبراند عالمي. هيتقلب ازاي لبراند عالمي؟ ما لهاش الا حل واحد، ان انت تكون بتشارك في بطوله افريقيا ابطال الدوري وتكون منافس قوي ومنافس قوي عليها، وان انت تحاول ان انت يكون ليك تواجد في كاس العالم للانديه. اما على المستوى الفني فهي بطوله صعبه، فيها انديه كبيره جدا وبتحظى باهتمام كبير جدا من الاتحاد الدولي ومن عايزين ينجحوها. طبعا عايز، لان هي بشكل النسخه الجديده اللي معموله مهم جدا ان هي تنجح بالنسبه للاتحاد الدولي. سبحان الله. يعني بقول لك بيحيرني ميدو عندما يتحدث في الكره فقط ويخلع اي افكار اخرى عايز يروج لها، يتحدث بشكل واضح موضوعي وفاهم وموضوعي ومحترف. ايوه. وينتهي به الامر يقول لك الاهلي ما كانش هيصل لهذه المكانه اعتباطا، خطط عشان يوصل لهذه المكانه. وده حقيقي لحد كبير. كنا بنتكلم في البدايه لما اتعملت اداره التسويق والاستثمار، وكنا متفقين كده قلناها باللفظ المحدد قدام الكابتن صالح، همنا يا كابتن ان نزود نسبه مشجعي النادي الاهلي، لان قاعدتك الجماهيريه بتعمل البراندنج. البراندنج يعني ايه؟ المكانه اللي بتديك القيم التسويقيه. فمحدش بيديك حاجه هديه، انت بتسعى انك من خلال نتائجك وانضباطك ونموذج المحترم اللي بتقدمه انك تبقى مصدر ذهب، فيطلع الـ الناس في البيوت يشوفوا الحاجه الحلوه دي يرتبطوا بيها. ومن خلال نجوم كمان منضبطه مميزه، اساطير كرويه واخلاقيه ونتائج حاجه تفرح ان هم يشدوا معاهم المشاهدين واولادهم واولادهم. اذا عمليه بتتبني بتاخد وقت، بس ايه؟ من خلال الثبات على هذه السياسه. ميدو خلاص هو بيقر بهذا الكلام. ارجو بقى ما ايه ما ينشغلش بعد شويه بالردود على حد ويبتدي بقى يقول لك العداله، احنا الشعبيه واحنا مش عارف ايه والعداله. أيوة. والدوله والفلوس والاهرام وتصليح الامر وتاخده في حته تعطلك انت مش تعطل الاهلي، لان طول ما انت بتناقش ان في اسباب مش موضوعيه ما مش هتتقدم لتفوق الاهلي. اول خطوه تعترف باسباب التفوق،
او اسباب التراجع. أيوة. فالكلام اللي قاله ميدو كلام محترم ومهم جدا. طبعا ال 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 المعرض الفاترينا اختلفت اللي هيلعب فيها النادي الاهلي بعد ما كانت مثلا ده كمان النهارده اربع خمس ست انديه النهارده في القرعه اضيف لها حاجه ماتش الافتتاح انك انت انك انت حظك قوي يعني كمان انك انت اللي هتعمل ضربه عالميا فكل العالم شغفه بالبطوله دي هيشوف ضربه البدايه التي ميسي وميامي مع ماذا يفعل الاهلي الافريقي الاهلي مع هؤلاء العباقره. فانت طبعا اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي واتمنى ان نحافظ على ثوابته وحبه الاهلي كما وجدتموه حتى يستمر. ادي اللقطه بتاعت الاعلان عن قرعه الاهلي. هتقول لي ما كل الفرق ال 31 طلعت لها، بس الكلام اللي اتقال عن الاهلي والداتا اللي اتقالت عن الاهلي في معلوماتها لا، كلام له قيمته وله معناه. هنا يا جماعه بمناسبه كلام ميدو وتعليق المهندس عدي كواحد من اهم خبراء التسويق الرياضي، صدقوني الاعلام احنا اللي بنصدر للجماهير المفاهيم الغلط. لو الناس اتعودت تكلم الناس صح بمعلومات صح ومفاهيم مظبوطه مش هتلاقوا الشارع فيه الناس بتاكل بعضيها او بتعاير بعضيها او بتحفل على بعضيها. يعني ما احوجنا انك انت تلاقي المنطق السليم هو اللي بيتروج له، المعلومات الحقيقيه هي اللي تتقال، انما محاوله ان انا اقعد اقول للناس اصله ما فيش عداله وتتساب كده على عواهنها تخلق توتر بين اتنين، واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، لان انت بتديله حاجه مقفوله وسايبها له وتسال اي حد وتناقشه. طب ما تيجي نتكلم بموضوعيه، هي فين غياب العداله؟ ايه اللي الاهلي واخده مش حقه علشان تمنع هذا الاحتقان بين الجماهير؟ يعني ميدو لما اتكلم بموضوعيه مع الزميل ابراهيم عبد الجواد اتكلم على انه قيم الاهلي التسويقيه عليت الى مصاف كبير جدا لانه في بطوله عالميه، وانه الناس المسؤوله في الاهلي شغاله على بناء هذا البراند بقالها سنين. ده كلام موضوعي وكلام صحيح وكلام سليم تخلص منه انه على نادي الزمالك وعلى النادي الاسماعيلي وعلى الاتحاد والمصري وكل الانديه بالذات الشعبيه تشتغل بنفس الطريقه، ان ازاي تبني عوائدها وازاي تنمي قدراتها وتعلي من قيمها التسويقيه. لكن مش فكره ان انا ابقى شايف الاهلي واخد حقوقه التسويقيه لان هي دي مكانته، ابدا اتكلم في كلام غلط جدا. اولا كلام بتبرر بيه خطاك، بس الاخطر منه بتصدر رساله سلبيه قاتله في الشارع بين الجماهير مع بعضيها. احنا اللي بنقدم رساله غلط جدا ونحاسب الناس على النتيجه. زي مثلا الاقي حد كاتب، واحد من نجوم الكوره برضو السابقين، انه اهو الفيفا ما دام اعترف انه الحقوق لازم تبقى متساويه وان هيدي كل نادي من الانديه ال 32 اللي في كاس العالم كل واحد فلوسه بالتساوي، عشان تشوفوا احنا هنا ليه الاهلي بياخد الرعايه اكتر من غيره. خلط غريب وعجيب، يعني فعلا ما يدخلش منطق اي حد. ازاي ده يكون؟ ازاي انت خلطت بين مكافاه بطوله جوائزها بتتوزع او رسم المشاركه او حافز المشاركه بيعطى للفريق اللي بيشارك بالتساوي، وبعد كده يتزايد حسب كل دور بتتخطاه، زي كاس العالم للمنتخبات، منتخب مصر لما يروح يشارك في كاس العالم اتحاد الكره المصري بياخد مثلا القيمه المتساويه بين الكل، وتبقى تقريبا نظير الاعداد والاستعداد الجيد للبطوله. هو مش هي ده الهدف. هو البطوله دي اتسوقت. لحد النهارده ما فيش اخبار مؤكده على الرقم على الرقم وطريقه توزيعه. لكن لما انت لما بتكسب بطوله افريقيا او يوم ما بتكسب يقول لك كسبت مليون ونص او 2 مليون دولار، وبعدين لما تروح كاس العالم للانديه تاخد لك نظير المشاركه كذا، كل دور مبلغ بتزيد. مليون في نص في مليون في اتنين من نتائجك بتعظم الدخل. أيوة. اللي بتاخده عايزين بقى نناقش ايه اللي جاب حقوق الرعايه الاعلانيه؟ الرعايه ده موضوع
الرعاية كنادي في الرعاية الإعلانية ملهاش علاقة بالبطولة. الرعاية تاني مرتبطة بشعبيتك. أنا حط اسمي على فانيلتك عشان كم واحد يتفرجوا عليك. كل ما زاد عدد المتفرجين المنتمين إليك بتاخد مبالغ أكبر بس. فالشاهد فيه ده إيه؟ الربط بين حاجتين مفيش أي ارتباط بينهم. يصدر مفهوم غلط عند الناس وبنبدأ نسأل ليه الناس بتحفل على بعض وليه الجماهير؟ صدقوني الطعم بيترمي من الإعلام. لو إحنا عايزين نتكلم على تجفيف أو على مواجهة موضوع الشغب والتعصب بدايته الرسالة الإعلامية. الرسالة الإعلامية طالعة ملغومة، طالعة فيها كتير من الغلط، كتير من الحقائق المغلوطة. بيتلقاها متلقي ممكن يكون ثقافته على قد وتعليمه على قد وسنه صغير، يبدا بقى يروح في سكه تانية خالص. كمان يا استاذ ابراهيم يعني مهم جدا الذي يتحدث في امر المتخصصون. لما حبينا النهارده نشرح حاجه جبنا الاستاذ عامر العماير. ده راجل مثقف مكرس حياته لدراسه لوائح الفيفا وبيقدم دراسات للمحترفين بيعتمدوا عليه فيها. مش هنقعد احنا نقرا جمله ونجتهد في تفسيرها. نقدر نعمل كده لكن بس غلط. بس مش ده الصح. الصح انا اجيب واحد مختص مرجعيه واقول فلان الفلان هيقول لكم كذا. ايوه. فاتمنى تملي واحنا بنناقش امور بهدف ترميها في وسط الجماهير لا ندقق قوي في صحه المعلومه. والاغرب من ده بقى لما الامور تتاخد في معيار بقى الشوق والالفاظ اللي ممكن ما تبقاش لائقه والمنطق الغريب. واحد من اللي بيعمله ده شويه بنوع من الفاني وشويه بنوع من رمي الكلام في وسط الموضوع الاستاذ عمرو اديب. من كام يوم في الفتره بتاعت ازمه عمرو بتاعت امام عاشور فجأة بيخلط ما بين مبادئ الأهلي وعلاج الأهلي للموقف. أعتقد ده كلام كان مستفز جدا. هنشوف عمرو أديب ونشوف الربط بين مبادئ وقرار احترافي. موضوع إمام عاشور طبعا عامل دوشة كبيرة جدا وأنا بصراحة بستغرب. مليون جنيه إيه ووقف عن المباريات إيه وكلام إيه؟ مبادئ النادي الأهلي إحنا قعدنا عمرنا كله بيكلمونا من كابتن ايام كابتن صالح سليم على مبادئ النادي الاهلي، ده يتعرض للبيع على طول. ده بكره يجي النادي الاهلي كده يقول امام عاشور يتعرض للبيع. ما هي المشكله من الاول ان الاهلي فكر بطريقه براجماتيه ان هو ياخد اللاعب اللي كان بيشتم صالح سليم وقالوا غلطه وقالوا اما كان صغير ومش طب ماشي. فانت قررت طب بعد كده هو الاهلي هيقف على امام عاشور عرضوا لي البيع بكره كده تقول له متشكرين قوي يا امام يا حبيبي لان انت كده بتدي مثل دلوقتي ان انت اعمل اي حاجه بس انا مصلحه النادي برضو محتاجه اللعيب. طب هو هيلعب الماتش اللي جاي ده؟ الله اعلم هيعملوا ايه. طب وال الانتر كونتيننتال والمش عارف ايه والحاجات. يا عمرو انت موجوع للدرجه دي؟ موجوع من قيم النادي الاهلي وتقاليده؟ انا ما كنتش عارف انها تعبك او كده. موجوع من امام عاشور تحديدا؟ في ايه؟ في ايه؟ مليون جنيه ايه؟ عرضوا لي البيع. يا سلام يا ولا. لا والله ده احنا ده انت ضحكت على الاهلي سمع كلامك. اصلا شفته في اللقطه دي شفته. وهو فاهم بيعمل ايه. ايوه انت بتقول لي خف الدم. خف الدم لما يكون خسران. ايوه واخد بالك لما يكون خسران يروح متريق على نفسه يقفل عليك السكه. ايوه بخف الدم. اما يكون كسبان يبقى بهذه الشراسه الغير موضوعيه في الهجوم. ايوه يبقى ما تعرضوا لي البيع وهيلعب انت. يا سلام يا سلام عشان
غضبان غلط وصوته عالي واعرب عن غضبه الغير مقبول وتعاقب بمليون جنيه. ده انت غيره عمل وكسر وشاط ازايز وطلع ضرب في المدرجات ودخل الاسم ورجع اتقابل في المطار استقبال الفاتحين. جيت تفاصل في ايه يا عم عمرو؟ يا استاذ عمرو يعني اللي انت بتعمله ده مش لايق عليك. انت اعلامي مخضرم محطوط في مكانه، الكلمه عندك لازم تبقى يعني لما الناس تسمعها تبقى يساها صح، واحنا عايشينها صح. هي دي قيم الاهلي. يا سيدي هي دي تحديدا قيم الاهلي. لما تغلط عندي احاسبك وبمنتهى القصد طبقا للنظام. لا في استعراض في العقوبه ان انا ابطلك كره، لانه مش انتقام. العقوبه مش انتقام، العقوبه ردع للاعب ولزمايله ولارساء نظام عشان الدنيا ما تفلتش. فاللي بيعمل كده مفيش غير الاهلي. اللي اوقف 17 لاعب ولعب ماتش الزمالك في كاس مصر 85 بالناشئين في 85 وكفاه القدر بانه يفوز على فريق مرعب للزمالك، ورش وفاروق جعفر ويعني كل العتاوله فانت وحسين حجازي لا القائمه طويله، لو عايزين نتوقف امامها ممكن يعني من سنه 28. فاحنا النادي الاهلي مش بيقول كلام ما بيحصلش، لكن في نفس الوقت انت مش هتبتزني بمبادئي. كل حاجه هي دي مبادئك. وبعدين عيب قوي قوي صغيره قوي يا عمرو انك تلاقي تقول بعد ما شطم صالح سليم. عيب قوي يا عمرو، عيب. لان انت وهم اما شطم صالح سليم اللي انت بتتباكى ها عاقبته انت بيه مكان عندك ولا حاجه، احتفيت بيه وزعلت انه توقف. فهو مية عندي لو شتم حد خارجي بيتعاقب. الكابتن الخطيب وقلنا لكم، هو قال لك يا كابتن الخطيب ما تخسرش جمهور الزمالك. ايه الكابتن الخطيب قال له ما تخسرش. ما هو دي التعليمات، هي دي القيم. ان الكابتن الخطيب يقول له ايه؟ ما تخسرش جمهور الزمالك، والرساله مش له، لكل اللعيبه. طبعا ما تخسرش. هيخسر جمهور ازاي؟ الزمالك ازاي؟ انه يغلط، انه يغلط فيهم ويستفزهم او يستخف بيهم او يحتك بيهم. عيب. اللاعب مش مفروض يعمل كده. فانا اللي انا بقول له هذا الكلام. ممكن واحد تاني من اول كلمه توصل له رساله، واحد تاني محتاج ان هو ياخد بعض الوقت. لكن احنا النادي الاهلي هو عارف بيعمل ايه مع لعيبته، وعارف بيسيطر على الامور ازاي. مش مستنيك تقول اعرضه للبيع كل حاجه. يعني ايه ده؟ يعني لا مش دي. ده كلام مهم جدا، وتاني وتالت ورابع. ازاي نعود لاعبتنا على الفكر الاحترافي وعلى الالتزام وعلى الانضباط، واحنا مع اي مشكله ما بنعالجهاش الا بالالوان والانتماءات. للاسف اللي بيختلف عن كده بيروح في حته تانيه بعيده خالص، زي اللي راح لها النجم العالمي الكبير محمد صلاح. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. تاريخ يكتب في ميامي. كنا بنتكلم قبل الفاصل على مسؤوليه الاعلام في تطوير الفكر الاحترافي شويه، لانه هو اللي بيصنع كل الماده الخام للتحفيل والشغب والتعصب وكل الظواهر السلبيه. عشان كده اللاعب المصري اللي بينجح بره هو اللي بيتجرد من سلبيات المناخ اللي هنا. كتير اللي بيسافروا من اللعيبه اللي بيحترفوا طالع مدلل، طالع مدلل، فما بيلاقيش التدليل ده بره، فما بيطولش يا باشمهندس وبيرجع. هو دي المشكله. انت مناخ مش محترف،
ومحدش عايز ينتبه لخطوره ده. استاذ ابراهيم بس الرساله ما فيهاش اي عند الجمله دي مناخ مش محترف. هو في لعيب ياخد 15 مليون جنيه ولا 20 مليون جنيه ولما يطلع في البرامج يتسال السؤال ده اولا؟ مجرد سؤال، هو انت مش نفسك تحترف؟ يقول له طبعا الاولويه للاحتراف. هو انت بتعمل ايه هنا في مصر؟ هم فاهمين خلاص او فهموا اللعيبه ان الاحتراف بره، بره عندنا ده ما تاخد فلوس اسمه اغتراف. فالسؤال نفسه من اعلامي بيقول لك مش قادرين نعود لعيبتنا على انه يدرك انه محترف. لا، ضبط المصطلحات مهمه جدا، انك انت لما تقول ال 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 الكلمه في معناها وفي موقعها وفي محلها عشان الناس تتعلم. لكن اجيب انا لعيبه اقول له امنيتك، يقول لك الاحتراف. الله، ده ايه ده؟ انت هاوي هاوي ب 20 مليون جنيه. طيب الحقيقه واحنا بنتكلم على الظروف والمناخ اللي ما فيهوش احترافيه، نلاقي حد طلع كده من وسطينا من غير ما حد يحس بيه، فجاه وصل الى اعلى درجات الاحترافيه والنجاح في العالم. محمد صلاح. محمد صلاح تخلص تقريبا في مطار القاهره قبل ما يركب من كل سوءات وسلبيات نظام الكرة اللي عاشه هنا، وراح شخص تاني خالص. ليه محمد صلاح اللي خارج من هنا وصل للي وصل له؟ وصفة نجاح مهمة لكل لاعبتنا قدمها محمد صلاح وهو بيتكلم بشكل مثقف وعميق في معرض الشارقة للكتاب. يعني الحقيقة قدم مواصفات اعتقد لاعبتنا مهم جدا يقفوا عندها. نشوف. ان انا وصلت لمرحلة كويسة في ده، فده تقريبا كان في دماغي من وانا طالع من مصر رايح بازل. لما بدأت اقرا شوية بدأت اقول طب هو الاوروبي مثلا كان اول حاجة جت في دماغي. ساعة ما بدأت اشوف اللعيبة كلهم قبل التمرين بيروحوا ساعتين ثلاثة، وبعدين يروحوا الجيم قبلها بساعة، وبعد كده يعملوا ريكفري، وبعدين يعملوا مساج، وبعدين لو حد رايح الجيم تاني يعمل جيم. فبدأت اسأل نفسي ليه بيعملوا كده؟ ما في فرق بين هنا في الوطن العربي او في مصر عشان انا لعبت فيها، فرق بين الناس بره، اكيد في سبب. فبدات اسال وبدات افهم شويه ليه الناس بتعمل كده. كل ما بتعرف الناس بتعمل كده ليه بتبدا انت عايز تنجح زيهم. فانا ده كان في دماغي جدا ان انا عايز انجح زي الناس دي كلها. بيفكرني محمد صلاح لما بيقول قيمه انك انت تقرا وتتثقف عشان تعرف المعلومه الصح وتتاسى بيها. لما انت حبيت تعمل حديث مع مانو جوسيه، لماذا مانو جوسيه مختلف؟ لانه قال لك انا اول حاجه عملتها عشان انزل مصر اشتريت كتب، نزلت المكتبه جبت كتب الادب العربي المترجم. اشوف العقليه العربيه دي بتفكر ازاي، افهم الناس دي ايه، بتكتب ايه وبتقرا ايه مفاتيحها ايه وشغفهم فين. مهم جدا 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 الثقافه، مهم جدا انك تبقى مؤمن بهذا الكلام. محمد صلاح يا جماعه، علشان اللعيبه برضو ما هياش فكره شهاده، هو ما واخدش شهاده عاليه. محمد صلاح قدم ورق وبعد الدبلوم لمعهد عشان ياجل التجنيد بتاعه بشكل قانوني للعيبه اللي هي فاكره ان شهاده الجامعه كافيه لخلق دماغ سليمه، او عدم الحصول على شهاده جامعيه يحجب عنك تطوير نفسك وتطوير قدراتك. المساله ما لهاش علاقه بالورقه بتاعت الشهاده. محمد صلاح راح للي هو ابعد. نكمل. تجربتي في تشيلسي ما كانتش ناجحه قوي، ما كنتش بلعب. فبدات بدل ما ابدا الوم المدرب والوم الظروف وانا ومصري وعربي وكلام تقريبا معظم اللعيبه بتعمله، بدات اقول ابص للحياه من منظور تاني. انا بدات اشوف طب الواحد اللي عايز ينجح بيعمل ايه عشان ينجح؟ فبدات اشوف فيديوهات وكتب للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه ودكتور ابراهيم الفي. بدأوا يتكلموا عن الحياة وعن العلم النفسي وعن قد ايه الانسان ممكن يتغير وقد ايه ان هو اول متحكم في كل الامور. لو بصيت على اي حد عمل حاجة كبيرة قوي هتلاقيه مثقف في مجاله. مفيش حد بيعمل حاجة كويسة قوي من غير ما يكون مثقف في مجاله. مفيش حد بيعمل حاجة كبيرة قوي الا اذا كان مثقف في مجاله. وبدل ما تقعد تلوم في الظروف، شوف قال ايه على موضوع تشيلسي؟ قال لك لما فشلت في تشيلسي ما رضيتش اتصرف كما بيتصرف كل اللعيبه العرب، ان انا اقعد الومهم انا مضطهد انا عشان عربي انا عشان مسلم.
واخلق لنفس المبررات. ده اللي بنقوله. ما تعيش فكره المظلوميه. لا، ادرس السبع عشان تقدر تتجاوزه. غيرك نجح ليه؟ يعني كلام مهم جدا، يبدو بسيط لكن مش سهل انك تطبقه، وما تاخده من محمد صلاح نتيجه تجربه فاشله الى اعلى تجربه ناجحه. هو ده المشوار البسيط في العقليه دي، مشوار ذهني قبل ان يكون بدني. مشوار ذهني قبل ما يكون بدني. بس هو خدوا بالكم في الفيديو الاولاني قال لك ايه؟ قال لك انا رحت لقيت نفسي مبهور ازاي اللعيب من دول قبل التمرين بيدخل الجيم ساعه وبعد التمرين بيعمل ريكفري او استشفاء. طب انا وانا باصص لهم بانبهار، انا عايزهم هم اللي بيبصوا لي بانبهار، فزودت كل حاجه وعملت ما هو زياده، وصلت للي وصلت له فبقوا مبهورين. النهارده يا باشمهندس، امبارح صلاح مع نيوكاسل بيسجل هدفين ويصنع هدف، هو اللي في الوقت اللي لغايه دلوقتي ليفربول ما قدملوش عرض. بس بصوا قوه التحدي اللي جواه ومفهوم الاحتراف. شوفوا يعني هو انا عايز اقول لهم لا، انا ما شطبتش لسه. الاحتراف انك تفضل في احسن صوره. ايوه، مالكش دعوه. يعني مش انت بتعمل كده عشان تاخد كده، او انت بتعمل كده عشان حد بيسقف لك، او انت بتعمل كده عشان مدرك تماما ان قيمتك في انك انت دايما تتحدى نفسك وتعمل خطوات لقدام بصرف النظر عن الظروف بقى، فمحدش يقدر يكسرك. انت هو قبل كده لما طلب 400 في الاسبوع كانت بعيده جدا من 3 سنين، وقلنا مستحيل وهيمشي. ادوها له 400,000 استرليني. ادوها له. والنهارده النجاحات الكبيره وهداف الدوري الانجليزي والصحف البريطانيه طالعه النهارده كلها، يعني الديلي ميل بتقول لك اعلنوها من دلوقتي، صلاح نجم الموسم، افضل لاعب هذا الموسم، من البدايه القويه جدا والتاثير اللي بيعمله في الملعب. امبارح الشوط الاولاني ما هوش احسن حاجه عنده، بس التوهج فجاه ينفجر صلاح. هي دي الطاقه الذاتيه اللي عنده، هو ده التكوين الثقافي والتطوير الفكري اللي وصله. ولما تشوف مرموش ماشي ازاي. طيب، نجاح مرموش صلاح لمس عليه وقال حاجه بالنسبه لعمر مرموش رايه كمان مهم. مفيش لعيبه كتير في اوروبا من مصريين او عرب طلعوا وعفروا عشان خاطر الدنيا ما تمشيش، ممكن او عمرك واحد من الناس دي؟ لا، انا طبعا شايف امكانياته كويسه جدا ولعيب مهم لفريقه دلوقتي، ماشي بشكل كويس جدا معاهم، او للمنتخب ماشي معانا بشكل كويس. انا بس عايز جبن عنه فكره المقارنات عشان تسهل عليهم حياتهم. شو تقصد بالمقارنه؟ بطلت يعني الناس لازم تبطل تقارنه بيا، ان هو صلاح الجديد ده هيعمل اللي هو عمله، هيعمل احسن من اللي عمله، عشان ده ما بيساعدش لعيب. انت بتحطه تحت ضغط طول الوقت، هو طول الوقت هيبقى بيقارنه بلعيب نجح بشكل كبير قوي في السنين اللي فاتت كلها، وهو بيبدا يبني حياته. فابعده خالص عن المقارنات لانها مش هتفيده هو خالص، خليه هو يعيش تجربته هو ويتبذل بيها، ويبقى واحد عمل حاجه هو مختلفه عني باتجاهه هو، بدل ما نقعد نقارنه بيا طول الوقت وده مش هيساعده. طب بقى لنا قد ايه عمالين نقول يا جمهور الاهلي ما تقارنوش اللعيبه ببعضها؟ خصوصا لعيبتك اللي بيلعبوا في نفس النادي. اخطر شيء، اوعى تفتكر ده يعني ضغط ايجابي هيؤدي الى لا لا لا، ما تقارنش حد بحد. لما تلاقي واحد بيتقدم احتفل بيه وشجعه وادعمه، مجرد ان هو بيتقدم بيتحدى نفسه، مش ضروري نقارن لعيبه ببعضها، خطر. وعلى فكره ده كمان من عدم الاحترافية، لأنه أنا ممكن أعدلكوا كام لاعب هنا النادي الأهلي جابهم وأول ما جه قال لك ده أبو تريكة الجديد، فاكر أنت؟ تجيب أحمد حسن استاكوزا ده أبو تريكة ما يكملش، تجيب محمود سمير من الترسانة ده أبو تريكة، عمرو سماكة، هيثم الفزاني، ممكن أعدلكوا 4 5 لعيبة الإعلام تعامل مع كل واحد فيهم إن ده أبو تريكة الجديد. وعلى فكرة هو لا زال ده بيحصل لغاية دلوقتي،
كل ما ناشئ يطلع كويس يلصقوه بحد كبير. صلاح قال لك يا جماعه ما تخلقوش ضغوط كتيره وكبيره على مرموش، وكل لعيب له مرموش بيبدا مسيره طعمه. كبيره. صلاح قال لك انا عملت النجاحات دي من خلال سنوات طويله، فانت بتقارنه بيا مش في صالحه، لانك هتخلق عليه ضغوط وهتقعد باستمرار بتقيسه على مسطره صلاح هو اللي اتكونت خلال سنوات طويله. السؤال يا استاذ ابراهيم، هو محمد صلاح كان ابو تريكه الجديد؟ لا طبعا، ده نوع تاني خالص. راح في حته تانيه لوحده بورقه هو الوحده. هو ده المطلوب، ان كل لعيب بقدراته هو يتفوق على نفسه ويحط لنفسه التحديات ويحققها، وكل ما يوصل لنقطه يعلي عليها. قارنه بنفسه، ما تقارنوش بحد تاني. طب ده مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الناس اللي بتتعامل ان اتعلم اللعيبه الكلام ده. يعني الكلام اللي قاله الكابتن محمد صلاح ده، وده اللي انا كنت من طول عمري نفسي يحصل، ان اللعيبه الكبار بتوعنا في قطاع الناشئين مره في الشهر كابتن عماد متعب يقعد يتكلم، كابتن وائل جمعه يقعد يتكلم مع الناشئين وتجاربهم الشخصيه. انا بدي امثله، كل اللعيبه الكبيره تنقل تجاربه وتنقل اسباب نجاحها، حتى اخطائها، لما عملنا كذا تسبب في كذا فتعلمنا ان احنا ما نكررش ده، و يتعلم ان الفرقه اهم من الفرد. نتعلم كل ده مع وجود اللايف كوتش بقى اللي بيراقب ده بيتم ازاي. كابتن سيد عبد الحفيظ قال كلام كمان مهم في حته اللاعب المثقف. مش ممكن ابدا، في فرق بين المتعلم والمثقف على فكره. في ناس كتيره مش متعلمه احسن حاجه بس مثقفه، يعني ملمه بشويه حاجات كتير جدا، وبتقرا وبتساعد نفسها وعارفه ان علمها هو اللي هيخليها تشتغل بشكل حلو، مش واحد خد مثلا حاجه او خد خبرات في حاجه او بقى اسم. انا لعيب كوره وهقول كده بصوت عالي جدا، انت اسمك بيساعدك. ايوه، لكن لو مفيش تطوير ومفيش دراسه على نفسك ومفيش خبرات ومفيش تعليم ومفيش استفاده من كلام ناس حواليك، حتى لو مش على نفس مستوى الاسم، أيوة. يبقى انت بتهزر. انت هتعدي سنين وتلاقي نفسك عمال ترجع لورا، ناس عماله تطلع لقدام وانت عمال ترجع لورا. كلام مهم جدا. يا ريت يبقى في حاجه زي كده نتكلم معانا شئنا باستمرار من خلال هؤلاء النجوم الكبار العظام، يتعلموا ان هو ده الاحتراف، عشان ما يجيش يقول لك نفسك في ايه وهو ما ده عاد احتراف، يقول لك احترف. طيب، على فكرة دي الفقرة اللي كنا أشرنا ليها قبل كده، الكتاب قبل التمرين، لأنه الكتاب قد إيه في هيساعد اللاعب والرياضي على إنه يطور نفسه ويغير عقليته ويتعامل مع فكر جديد ويشوف عوالم تانية ويشوف أفكار تانية ويواجه صعوبات فيكتسب خبرات من خلال قرايته، إزاي يعدي كل ده، زي محمد صلاح وهو بيقول لك كتاب فن اللامبالاة، انا خلق جوايا اصرار على النجاح، فباخد قرار ان انا هنجح، عندي لامبالاة باي ظروف خارجه، انا مش باصص باي شيء الى اي حاجه تعطلني او تاخرني. هي دي الفكره. انتوا متخيلين انه صلاح بيرفض المقارنه مع مرموش عشان ما يخلقش ضغوط على مرموش، وشايف ان تجربته كانت سنين طويله؟ انتوا متخيلين ان احنا عندنا مناخ اعلامي كل يوم يقارن للناس مين احسن، ثابت البطل ولا الشناوي، والاثنين بينهم 40 سنه كوره في المسافات. انتوا شايفين ده؟ لا، الاخطر خطر ما بنرتكبه في تشكيل وعي. انا قارن اثنين لعيبه في الملعب دلوقتي مع بعض، ده اخطر حاجه، ينفسنوا ليه؟ فعلا ماده لا تخلق الا النفسنة، لكن اللي الاهلي خلقه النهارده في ميامي تاريخ جديد كبير يليق بقيمه نادي هو الاعظم ولجمهور هو الاجمل، هيفضل دايما زين النوادي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله.